الرحيم، أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بيكم. النهاردة بإذن الله هنكمل شابتر 3 في الاستاتيكس. احنا كنا خدنا الحلقة اللي فاتت بداية شابتر 3 بارالل فورسز. شابتر 3 كله بيتكلم على البارالل فورسز. احنا خدنا الجزء الأولاني، الجزء الثاني بقى إكوليبريم أوف بارالل فورسز. يعني إيه يا أولاد؟ يعني إيه إكوليبريم ذا بارالل فورسز؟ احنا قلنا بارالل فورسز خلاص يبقى جميع الفورسز، اما كلهم الفورسز كلها بارالل فوق تحت او كلهم ماشيين بارالل لبعض. انا بقى عايز اتكلم لو البادي موجود وبيأثر عليه مجموعة من الفورسز والفورسز ده بارالل والبادي اكوليبريم. احنا النهاردة الحلقة كلها على الاكوليبريم، جزء منها في شابتر 3 والجزء الثاني من الحلقة شابتر 4 على جنرال اكوليبريم. الاكوليبريم اللي هنتكلم عنه دلوقتي لبارالل فورسز، يعني الفورسز اللي بتاثر على البادي بارالل كلها. شابتر 4 بقى نتكلم على جنرال اكوليبريم، يبقى الفورسز ليس بالضروره تكون بارالل زي ما هنيجي في الجزء الثاني من الحلقه. خلينا في الجزء الاولاني بارالل فورسز. ايه عباره عن لما نتكلم بقى على الاكوليبريم؟ احنا قلنا كلمه اكوليبريم يعني البادي اتريست، ما بيتحركش ولا بيدور ولا بيتنقل من مكانه. خلي بالكم ان كلمة البادي ينتقل من مكانه يعني يوجد ريزلتنت للفورسز حركته، فلما الريزلتنت لها قيمة يبقى البادي بيحصل له ترانسليشن. كلمة مومنت البادي بيدور، ايه اللي بيأثر الدوران؟ الدوران دي سميناه مومنت، يبقى المومنت يبقى لو فيه مومنت يعني في روتيشن، لو في ريزلتنت يبقى في ترانسليشن، يبقى البادي عمره ما يحصل له اكوليبريم. يبقى عشان البادي يحصل له اكوليبريم لازم مفيش انتقال، البادي لا ينتقل ما يحصلش ترانسليشن، البادي لا يدور وهو في مكانه. يبقى دول شرطين في اي حاله في الدنيا. يعني انت من دلوقتي لغايه عامه لغايه اول ما تسمع كلمه اكوليبريم دول هم شرطين، شروط الاكوليبريم دول نيسيسري اند سفيشنت. نيسيسري يبقى الريزلتنت بزيرو، وسفيشنت يبقى الثانيه كمان ان المومنت بزيرو. يلا بينا يا ولاد، يلا بينا. بصوا بقى للموضوع بتاعنا زي ما انا كاتب كده equilibrium of parallel forces. طيب لما بتكلم على الايكوليبريم وكلنا parallel forces في الجزء الاولاني من الحلقة، اسأل سؤالين قبل ما ندخل في الموضوع. لو انا جيت قلت لكم body، هل البادي لو كان equilibrium يبقى الريزلتنت بزيرو؟ طبعا طالما البادي equilibrium الريزلتنت اكيد بزيرو بتاع الفورسز. طب نعكس، لو كانت الريزلتنت بزيرو هل البادي اكوليبريم؟ ليس بالضرورة، لان الريزلتنت بزيرو معناها البادي لا ينتقل. طب ما هو ممكن ما بيحصلوش ترانسليشن لكن بيدور، يبقى في الحالة دي البادي مش اكوليبريم، يبقى دي ليست بالضرورة. يبقى علشان يحصل اكوليبريم شرطين، مفيش انتقال مفيش دوران، مفيش انتقال يبقى معناها ان الريزلتنت بزيرو، مفيش دوران يبقى المومنت بزيرو. دول الشرطين المهمين، الشرط ده لوحده نسيسري، الشرط ده لوحده نسيسري، اما الشرطين مع بعض يبقى سفيشنت، يكفوا للموضوع. طيب اذا اقولها بقى كقاعدة عشان ده اللي هنستخدمه في اي جزء، سواء في الجزء الاولاني من الحلقة او الجزء الثاني. لما حد يقول لي اكوليبريم تقول له على طول الريزلتنت بزيرو، المومنت بزيرو. لو كانت الفورسز بارالل الريزلتنت بزيرو، يبقى اللي فوق قد اللي تحت او اليمين قد الشمال لانهم بارالل، المومنت بزيرو. طيب ما تيجوا كده نشغل مخنا شوية قبل ما ادخل في الاسئلة الاساسية. لو انا جبت لك سؤال زي ده وقلت لك اختار مين في دول، انا جايب هنا بادي اهو، ده انا كاتب جنبه سموث بلين، حطيت بادي كده سموث بلين، شدته بفورس الفوق وهنا في رياكشن وهنا الويت ب 50، وبيقول يبقى الاف دي اللي طلعت البادي ده بحيث يبقى البادي اكوليبريم. يبقى انت تقول له اولا الانجل دي سيتا، يبقى الانجل اللي فوق دي 180 ماينس سيتا. جميل، هتقول الرود اكوليبريم، شروط الاكوليبريم هم يا اولاد الريزلتنت بزيرو، المومنت بزيرو. الريزلتنت بزيرو يبقى اللي فوق قد اللي تحت، يبقى الاف بلس ار ايكوال 20. المومنت بزيرو، طب نجيب المومنت عند البي ولا عند الاي ولا عند اي نقطة بمزاجك؟ طب ما هو طالب مين في المسألة؟ طالب الاف، يبقى خد المومنت عند البي.
ليه؟ عشان تلغي الار يتبقى لك الاف وال20 بس. يبقى لما اقول لك المومنت عند البي ابتدي بال20، الروتيشن بتاعها كده كده، يبقى ايه؟ نيجاتيف. يبقى نيجاتيف 20 في المسافه 50 تايم ساين ثيتا. ما احنا بنقول المومنت فورس ديستانس ساين الانجل، او فورس في البيربنديكولار ديستانس. طب نيجي للاف، الاف هتدور كده عشان تروح للبي، يبقى بوزيتيف اف المسافه كلها ب 100 تايم ساين 180 ماينس ثيتا اللي هي ساين ثيتا، كل ده بزيرو. اشطب ساين ثيتا مع ساين ثيتا، ان 180 ماينس ثيتا اللي هي ساين ثيتا، تطلع الاجابه الاف ب 10، تقوم سيادتك تختار 10. اذا ممكن واحد يقول لي طب ما كانش في داعي نكتب ده، اقول له ماله، احنا هتيجي في بعض الاسئله هتلاقينا نكتب شرط واحد بس يطلع لي الاجابه، الشرط التاني مش مهم، لكن دول الشرطين الاساسيين. سؤال تاني اقرا كده بيقول ايه؟ لايت رود طوله 36 سسبندد. كلمه لايت، لايت يعني معناها خفيف ملهوش وزن، يبقى مفيش ويت للرد، يبقى الرد اهو ليس له ويت. اللينث بتاعه 36 سسبندد هوريزونتالي، الرد هيعلق هيتعلق كده هوريزونتالي باي مينز اوف تو فيرتيكال سترينجز، يبقى بواسطه حبلين، حبل هنا وحبل هنا. قال لك واحد بيبعد 9 سنتيمتر فروم ايه، والاذر على بعد 15 سنتيمتر فروم بي، عشان كله 36 يبقى هنا دي 9 ودي 15 يبقى دي كلها ب 12. قال لك بقى طب انا هقول لك حاجه، انا اقدر اشطب الويت واشطب الويت واجيب الريزلتنت بتاعهم 2 دبليو، المسافه دي كلها 12 يبقى دي 9 ودي 3. سؤال بالعقل كده يا ولاد، ايهما هتبقى اكبر تي 1 ولا تي 2 بالنظر كده؟ هل تي 1 ايكوال تي 2 ولا تي 1 اكبر من تي 2 ولا تي 2 هي اللي اكبر من تي 1 ولا مفيش ريليشن بالنظر للمساله دي؟ تقوم انت تقول بالنظر الريزلتنت بتاع الاثنين دول جه هنا، شطبنا ده وشطبنا ده، لو بصيت على ال 2 دبليو اقرب لل 2 اقرب لتي 2 يبقى معناها الحمل هنا اكبر، او يبقى دي الاكبر، لان دايما الريزلتنت اقرب للكبيره، يبقى يبقى دي هتطلع اكبر لما نيجي نحل. طب اقرا بقى بقيه المساله عشان احنا ما كملناش السؤال. قال given that the maximum tension in each string، يعني الحبل ده والحبل ده اقصى تنشن فيه هو 54، يعني ده لا يتحمل شد اكتر من 54 وده لا يتحمل شد اكتر من 54. جميل، يبقى اذا دي لو وصلت 54 دي عمرها ما هتوصل ل 54 لان دي الاكبر، يبقى دي 54 ودي ما تطلعش 54 لان دول الوزن مش توزع بالنص، لان دي اقرب يبقى الحمل هنا اشد. فبيقول لك فايند ذا ماكسيمم ويت، ان يتعلق، يبقى انت هتقول، انا هقول له ان ماكسيمم ويت معناها ان التي 2 ده هي وصلت للماكسيمم فاليو اللي هي 54، يبقى انا هقول له بقى الرود ايكوليبريم، يبقى الريزلتنت بزيرو والمومنت بزيرو. ممكن نختار الشرطين وممكن نختار كونديشن واحد بس، فانا قلت هنجيب السم مومنتس عند الدي بزيرو او السم مومنتس عند السي بزيرو براحتنا. فانا هقول بقى هنا لما اجيب السم مومنتس هقول له انا هاخد المومنت هنا عند الام، هاخد المومنت عند الام، يبقى لما اخد المومنت عند الام يبقى تي 1 في اصلا كاتبينها دي، لا انا اخدت المومنت عند الام، يبقى انا هقول له تي 1 تايمز 9 وبعدين هتبقى ايكوال 54 تايمز 3. واحد يقول لي بس دي نيجاتيف، نقول له ما هو انا ممكن اقول نيجاتيف تي 1 في 9 بلس 54 تايمز 3 ايكوال 0 واديت الناحيه الثانيه، عشان دول اتنين بس ودي الثالثه، فانا خدت الصم مومنتس هنا بزيرو، فجيت قايل الفورس في الارم قد الفورس الثانيه في الارم، كده حسبنا تي 1، طلع تي 1 ب 18، هنا 18 وهنا 54 اقدر اجيب اللي تحت، يبقى الريزلتنت بزيرو، يبقى معناها 2 دبليو ايكوال 18 بلس 54. 18 بلس 54 يعني هتطلع 72 ديفايدد 2 ديفايدد 2، يبقى الماكسيمم ويت اللي يوصل دي للماكسيمم تنشن 36، يبقى سيادتك تختار 36. ادي سؤال نمبر 2. سؤال نمبر 3 يا اولاد، يونيفورم رود، يونيفورم يبقى الويت في النص، اللينث بتاعته 60 والويت ب 4 عشان كده حطيت 4 في النص، يبقى دي 30 ودي 30. جميل،
قال لك الرد معمول هوريزونتال اهو زي ما انت شايف هوريزونتال على تو سبورتس ات اي وسي، يبقى انا هحط حامل هنا عند الاي وحامل هنا عند السي. قال لك عند الاي يبقى عند الاند، السي تبعد 20 فروم بي، هو اللي قال ان البي سي بي 20، طبعا دي 20 يبقى دي 10. المطلوب في المساله عايز الرياكشن ات سي، عايز الار 2، يبقى انا هقول له ده هنا بيقول ايه الاول، لحظه لحظه، بيقول لك بعد كده then the rod about rotate، لو عملنا about rotate about c، لو عايزين لو علقنا ويت عند البي قيمته دبليو، عايز يجيب الويت بكام؟ ممكن تبصوا لي هنا يا اولاد، انا لما اجي اقول لكم اهو ده رد، الرد علقته من هنا كده، حطيته هنا وهنا، لو انا علقت ويت هنا يبقى انا بضغط على الناحيه دي، شوف انا لما اضغط بيحصل ايه؟ يرتفع من هنا، لو قعدت ازود ويت ازود لغايه ما ده ما بقاش ملامس الناحيه الثانيه، يبقى في الحاله دي الرد هيبقى اباوت روتيت. كلمه اباوت روتيت يعني هو لسه ما حصلوش روتيشن، ده خلاص لو زودت ملي لو زودت 1 جرام هيلف، فانا بقول الرد اباوت روتيت يعني معناه مش ملامس هنا خالص، يا دوبك بقى على الهوا كده، يبقى معناها الرياكشن البعيد بزيرو. يبقى لما يقول لك ذا رود اباوت روتيت تقوم على طول تيجي على الرياكشن بعيد تشطب عليه بزيرو. يبقى انا هروح بقى للمساله، هنعلق ويت عند البي او فورس عند البي قيمتها اف، هو اللي بيقول لك وين فيرتيكال فورس اف، فيرتيكال لتحت كده فورس اف عند البي خلت الرود اباوت روتيت اباوت سي، يبقى الفورس لتحت عشان الرد يدور لفوق كده، يبقى الرياكشن البعيد راح خلاص. هو عايز يجيب بقى اللي هو الفورس، يبقى انت هتقول بقى ان سنس الرد ايكوليبريم الريزلتنت بزيرو والمومنت بزيرو، انا اخترت المومنت وهجيب المومنت عند السي احسن، يعني بلاش ايه هنا، يبقى المومنت ات سي، معلش دي سي مش ايه يا حبايبي، المومنت اباوت سي، يبقى 4 تايم 10 ماينس اف تايم 20 يبقى ايكوال زيرو، جبنا الاف يبقى دي مومنت اباوت سي مش ايه. طيب الريزلتنت بزيرو يبقى اللي فوق قد اللي تحت، يبقى الار 2 ايكوال 4 بلس الاف اللي هي 2، يبقى الار 2 ب 6، هو طالب الرياكشن يبقى الرياكشن ب 6، لو طالب الفورس يبقى الفورس ب 2، ادي معلومه مهمه. مساله ثانيه 3 بارالل فورسز، دي خلي بالكم منها كده عشان دي عايزه حد مصحصح شويه، 3 بارالل فورسز اف 1 اف 2 اف 3، يبقى انا هحط على الرود ده اف 1 اف 2 اف 3 عند الاي والبي والسي، وير ويتش ار 2 سنتيمتر 8 سنتيمتر 6 سنتيمتر فروم 1 اند، يعني من عند الاند ده امشي 2 وحط ايه، من عند الاند ده امشي 6 وحط البي او الثانيه 8، يبقى 8 يعني بعيده كده، يبقى انا هعمل كده اهو، ادي الاي عندها فورس اف، عند البي اهي عندها مسافة 8، دي كلها 8، التالتة 6 اللي هي السي، يبقى السي هنا المسافة دي 6، يبقى أنا عندي فورس نازلة كده، فورس كده، فورس كده، المسافة 2، المسافة 8، المسافة 6، بالراحة كده زي ما أنا عملت. هو بيقول يبقى اف 1 تو اف 2 تو اف 3 ايكوال كام لو كان السيستم ده ايكوليبريم؟ تقدر أنت تقول أنا أقدر أجيب اف 1 لوحدها، واقدر اجيب اف 2 لوحدها، واقدر اجيب اف 3 لوحدها، اقول لك ليه؟ هو عايز الريشيو، يبقى انت هتقول طالما الايكوليبريم يبقى المومنت بزيرو، مره هناخد المومنت عند الاي، مره المومنت عند البي كفايه، لما اخد المومنت عند الاي يبقى دي هتتلغي، يبقى هنبتدي بقى اف 3 فين اف 3 في المسافه قد اف 2 في المسافه، لان لازم واحده تبقى بوزيتيف واحده نيجاتيف. يبقى انا هقول له اف دايما الفورس في الارم قد الفورس في الارم، يبقى اف 2 في المسافه ده اهي اللي هي 4، ما هي دي كلها 6، اف 3 واف 2 في المسافه دي كلها اللي هي 6، وهنا اف 3 في المسافه دي اللي هي 4. جميل. طيب انا لما اجي اعمل بقى كده يبقى انا هجيب اف 2 هنا، نقولها تاني كده، اف 3 ده اهي في المسافه دي اللي هي 4، اف 2 ده اهي في المسافه دي كلها 6، هات لي بقى اف 2 اوفر اف 3، هات دي تحت دي، يبقى نجيب ال 6 تحت ال 4 تطلع ب 2 اوفر 3، سماها ايكويشن 1. ارجع بقى تاني هات لي سم مومنتس عند البي، يبقى دي تتلغي، يبقى لما دي تتلغي يبقى هقول له اف 1 في الارم قد اف 3 في الارم،
يبقى نقول كده اف 1 في المسافه كلها، اف 3 في المسافه دي. لما نجي اف 3 اهي في المسافه دي تطلع 2، ما هو ده 2 ودي 4 ودي 2 عشان تدينا دي كلها 8. وبعدين اف 1 في الديستانس دي كلها اللي هي 6، هات اف 1 اوفر اف 3 تطلع 1 اوفر 3. بص لي فروم 1 و2 اف 2 وعلى اف 3 ب 2 اوفر 3، اف 1 اوفر اف 3 ب 1 اوفر 3، ال 3 هي 3. يبقى انا اقدر اقول اف 1 2 اف 2 2 اف 3 بقى نقول له اهو اف 1 ب 2 ام، اف 3 ب 3 ام، اف 1 ب 1 ام. يبقى لما نيجي نحطهم يبقى نقول اف 1 ب 1 اف 2 ب 2 اف 3 الريشيو بتاعتها ب 3. يبقى نقدر نقول 1 2 2 2 3، يبقى نختار 1 2 2 2 3. ادي فكره ثانيه، ادي اربع اسئله كده في السريع. تعالوا بقى ندخل في الاسئله الكبيره، دول مسائل مالتيبل تشويس علشان الامتحان لو جالك مالتيبل تشويس تعرف تتصرف. اقرا بقى معايا واحده واحده. اي بي رود طوله 50 اند ويت 10. خلي بالكم لما قال رود طوله 50 والويت ب 10 لازم يقول، اقرا الجمله دي، اكتنج ات اتس ميد بوينت. الخمس كلمات دول يا اولاد اول ما يقول لك في مساله the weight acting at its mid point، الخمس كلمات دول اشيلهم وممكن احط مكانهم كلمة uniform. يعني لو هو في اول السؤال ال uniform rod يبقى كلمة uniform دي بديلة من acting at its mid point. فهو لو قال ده او قال ده الاثنين سيم، الاثنين حاجة واحدة. يبقى لما يقول لك acting at its mid point يبقى uniform. جميل، خلينا بقى نكمل كده جملة جملة. ما هو مهم يا ابني، انا لما اجي اشغل مخي كده لما الجملة اللي اقراها اقوم احطها في المسألة. يعني لما يجي يقول رود محطوط هوريزونتال احط هوريزونتال، لان بعد شوية في الاخر هقول لك الرود مايل، يبقى نرسمه مايل حسب هو ما يقول. يلا يا حبايبي، ادي الرود 50 والويت في النص. الرود محطوط هوريزونتال بوزيشن على تو سبورتس، واحدة تبعد 15 فروم A والاذر سبورت على بعد 10 فروم B. عايز البريشر اون اتش سبورت. اوقف لغاية هنا، يبقى هتجيب ار 1 وار 2 اللي هو البريشر اللي هو قد الرياكشن. بعد كده قال لك وات از ذا ماجنيتيود اوف ذا ويت شود بي سسبندد فروم B سو ذات ذا رود اباوت روتيت. بس يبقى تعالى بقى نرسم بالراحة. ادي الرود هوريزونتال، المسافة دي قد المسافة دي، هو كله طوله 50 25 25. حطينا تو سبورتس، المسافة هنا 15 يبقى دي 10، المسافة دي 10 يبقى دي 15. طيب عايز يجيب ار 1 وار 2، يبقى انت هتقول له الرود ايكوليبريم ار 1 بلس الريزلتنت بزيرو اللي فوق قد اللي تحت، المومنت بزيرو خد المومنت عند السي، يبقى لغينا ار 1 يبقى اضرب نيجاتيف 10 تايم 10 بلس ار 2 تايم 25. وكان ممكن على طول قلت ده ايكوال ده على طول، الفورس في المسافه قد الفورس في المسافه، جبنا الار 2. روح عوض تجيب الار 1. اول ما طلع الدي 4 ودي 6 انا اطمنت. ايه وجه الاطمئنان؟ ان انا اكيد الار 1 اكبر من الار 2 لان دي المسافه دي اصغر من دي، خلي بالكم. طب نرجع بقى رسمه جديده، ما تحطش في نفس الرسمه الله يخليك. رسمه جديده قال لك عايزين نعلق ويت عند البي الرود اباوت روتيت، اباوت بص يدور كده يدور كده، يبقى الرياكشن البعيد نشطب عليها ونقول نفس الكلام الرود ايكوليبريم هات لي سم مومنتس اباوت دي ايكوال 0 10 تايم 15 ايكوال دبليو تايم 10 حسبنا الويت، يبقى الويت ده 15 يخلي لك الرود اباوت روتيت. سؤال تاني سريع، نون يونيفورم رود، نون يونيفورم يبقى الويت مش في النص، طوله 150 محطوط هوريزونتال بوزيشن على تو بيجز تو سبورتس يعني ات سي ودي، المسافه بين الاي والسي قد المسافه بين البي والدي 35. وطبعا طبعا دي ملهاش لازمه لان خلاص ما لو دي 35 70 يبقى الباقي 80 اكيد يعني. قال لك اف ويت 12 سسبندد فروم اي ذا رود اباوت روتيت، واف ويت 20 سسبندد ات بي ذا رود اباوت روتيت. يبقى انا هرسم رسمتين، مره احط الويت هنا عند الاي ب 12 الرود اباوت روتيت اشطب الرياكشن البعيد. خلي بالكم يا حبايبي انا قلت دي 30 دي المسافه دي 35 35 يبقى دي 80، دي الويت مش في النص فسميت المسافه دي اكس يبقى دي 80 ماينس اكس. وهقول بقى ذا رود ايكوليبريم يبقى السم مومنتس عند السي ب 0 12 تايم 35 ايكوال دبليو تايم اكس
يبقى هتطلع دبليو اكس جبناها. ارجع بقى مره تانية شيل ده وحط لي ويت عند البي قيمته 20، الرد اباوت روتيت، يبقى نشطب الرياكشن البعيد. خدوا بالكم يا حبايبي، لما علقنا الويت عند الايه شطبنا الرياكشن البعيد، لما علقنا الويت عند البي شطبنا ده. هو اللي قال على فكره مره يا اولاد في امتحان من الامتحانات قال لهم كده، حطينا الرد على تو سبورت، علقنا ويت هنا بس ما قالش اباوت روتيت، قال لك ذا بريشر ات ايه او ات سي دبل ذا بريشر ات دي، يبقى انا اسمي ده تو ار واسمي ده ار، غير لو قال اباوت روتيت. اباوت روتيت يبقى الرياكشن ده فينيشز فينيشز خلاص، اما هنا لما يقول لك الرياكشن ده دبل ده يبقى دي نسميه تو ار، دي نسميها ار على طول. طيب هنا بقى عشان قال اباوت روتيت هترجع تقول له بقى كده، ناخد السم مومنتس عند الدي، دبليو في المسافه دي ايكوال 20 في المسافه دي، اعمل دبليو تايمز الاثنين دول اهو، دبليو تايم 80 دبليو تايم اكس، شيل دبليو اكس واكتب 420 كده حسبت الدبليو. اول ما جبت الدبليو 14 خدها عوض بقى هنا، يبقى تعوض هنا تطلع الاجابه الاكس ب 30. جبنا الاكس دي ب 30 يبقى الود ده يبعد مسافه كام؟ 65 فروم ذا اند ايه اللي مش باينه تحت دي، يبقى نقول ذا ويت اكتس ات ديستانس 65 فروم ذا اند ايه. سؤال تاني يا اولاد، اي بي ان يونيفورم، يبقى الويت مش في النص، طوله 120 محطوط هوريزونتال بوزيشن على سبورت واحد، اون اي سبورت ات 30 سنتيمتر فروم ايه، وكارينج تو ويتس، واحده ب 1 عند البي واحده ب 16 ات ايه. يعني بصوا يا حبايبي، انا لما احط رود كده، رد شوف على بعد المفروض دي 30 سنتيمتر، ده كله 120 ده 30، لما احط الويت هنا ده هيقع، عشان ما يقعش جه معلق وزن هنا عشان يبقى كده ايكوليبريم، علقنا ويت هنا 16 وعلقنا ويت هنا 1 عشان يحصل بالانس، يبقى هنا 16 وهنا دي 1 حصل بالانس. رجع قال لك بقى لو خفينا الويت ده بدل ما 16 خلينا 8 الرود يقع، فجه محرك السبورت شويه عشان يحصل برضه بالانس او ايكوليبريم. يلا بينا كده نشوف اهو، دي 30 يبقى دي كلها 90، علقنا ويت، الويت طبعا ده ما اعرفش بكام، فالويت ما اعرفوش وما اعرفش المسافه دي، سميت المسافه دي اكس لانه ده ان يونيفورم، حطينا ويت هنا 16 وهنا 1 الرود هوريزونتال. يلا هنقول اي بي ايكوليبريم، يبقى الصم مومنتس عند السي ب 0 16 تايم 30، لا ما نقولش بقى ده ايكوال ده، نقول دي بوزيتيف 16 تايم 30 ماينس دبليو تايم اكس ماينس 1 تايم 90، كده حسبنا دبليو اكس. رجع قال لك بقى انا عايزك تركز، بص على السبورت هيحصل له ايه، السبورت ده دي خليناها 8 اكيد الرود هيقع، فبص للسبورت كده بص عليه اهو، اتحرك سنه بحيث المسافه دي بقت 40. طب ما انا كده زودت على دي 10، ال 10 خدناها منين؟ من الاكس، يبقى الجزء اللي باقي ده اهو اكس ماينس 10، لان كانت اكس خدنا منها 10 حطيناها على ال 30. واقول نفس الحكايه يا اولاد، رود ايكوليبريم سم مومنتس عند السي ب 0 8 تايم 40 ماينس والدبليو تايم اكس ماينس 10 ماينس 1 تايم 80 ايكوال 0، شيل دبليو اكس دي واكتب 390، كده حسبت الويت 15، روح عوض هنا، لما تعوض هتطلع الاكس ب 26 ودي 30، يبقى الديستانس دي كلها 56. جميل. سؤال تاني، اي بي وودن بيم اوف لينث 20 مترز بتاع ديت رود من الخشب كده طوله 20 متر وزنه 50 كيلو جرام acting at its mid point يعني يونيفورم، if it placed horizontally على two supports، محطوط horizontally اهو support يبعد 2 متر من الـ A و 5 meters من الـ B، وبعد كده بعد ما تعمل كده قال لك a man of weight 70، في راجل وزنه 70 ماشي على الرود ده، الراجل عايز يجيب الرياكشن اون ايتش سبورت وين ذا مان از ات ايه، لو الراجل كان عند الايه، تاني طلب عايز الماكسيمم ديستانس ذا مان كان كفر بيفور ذا بيم اباوت روتيت، نقولها بالراحه
ادي الروضه هو 20 متر، المسافه دي 2 متر، المسافه دي 5 متر، ده في النص، دي كلها 10 ودي 10، دي 2 يبقى دي 8، ودي 5 يبقى دي 5. في راجل بقى واقف اهو، الراجل اهو، الراجل واقف عند الايه، الراجل بيضغط هنا، يبقى الرياكشن ده اكبر بكتير من الرياكشن ده اكيد. طب الراجل وزنه 70، هو عايز يجيب ار 1 بكام، ار 2 بكام في اللحظه اللي الراجل عند الايه؟ هقول نفس الكلام اللي بنقوله، ده رود ايكوليبريم، الريزلتنت زيرو، يبقى ده بلس ده قد ده بلس ده. وبعدين سم مومنتس عند السي ب 0، 70 تايم 2 ماينس 50 تايم 8 بلس ار تايم 13 ايكوال 0، حسبنا الار 2 حسبنا الار 1. يا سلام كده انا اطمنت جدا، الار 2 ب 20 والار 1 ب 100، ار 2 ده اهي فين، ده ار 1 ب 100 لانها قريبه، الضغط عليها شديد، الراجل ضغط قوي على هنا، يبقى لازم ار 1 تطلع اكبر بكتير من ار 2. كده انا اطمنت. قال لك بقى هذا الرجل مش هيقف مكانه، هيتحرك. الراجل اهو، بص الراجل بدا يدور وشه اهو، هيتحرك الراجل، هيمشي يمشي يمشي اهو، شوفوا بقى هيفضل ماشي ماشي، اول ما يجي في الناحيه المتطرفه دي هيكمل شويه ويقف. لو شال رجله دي حطها هنا الروت هيتقلب، عشان كده قال لك اباوت روتيت، فيبقى انا لغيت الرياكشن ده. طب المسافه دي كام، سميتها اكس، لما طلع دي اجمعها مع كل ده عشان اجيب ماكسيمم ديستانس كفرد، الراجل ابتدى من هنا وصل لغايه هنا، يبقى مشي مسافه كام، لما اجيب الاكس ازودها مع 15 مترز دول، يبقى هنقول له ذا رود ايكويليبريم سم مومنتس عند الدي ب 0. يلا يا جميل، نيجاتيف 70 تايم اكس بلس 50 تايم 5 ايكوال 0، طلعت الاكس ب 3.5، يبقى الراجل مشي 15 متر و3، يبقى مشي 18.75 متر، دي الماكسيمم ديستانس. ادي سؤال تاني، سؤال للشطار يا اولاد، انا بجيب لك افكار وبتكلم بسرعه عشان خلاص حاجات مكرره. اي بي يونيفورم رود طوله 50 وزنه 4 سسبندد هوريزونتالي، انا يهمني الجمله دي ان هو هوريزونتالي ولا مايل، سسبندد هوريزونتالي باي مينز اوف تو فيرتيكال سترينجز، وان اوف ذيم ات بوينت اي، يبقى واحد عند الاند اي نفسها، اند ذا اذر ات بوينت سي، والاي سي بسك باكس، وقال لك في ويت 7 هنعلقه على بوينت دي والاي دي ب 20. اف بوث اوف ذا سترينجز كان، بص بقى بيقول لك الجمله اللي جايه دي مهمه قوي، لو حطيتها خط ده، قال لك ان التنشن في ايتش سترينج not more than 8، the tension in each string not more than 8، بروف ان الاكس دي هتبقى بين ده وده. تعال نقراها كده بالراحه، دي مساله للشطار اهي، انا علقت هنا بتنشن هنسمي دي تي 1 او دي تي 2، ممكن ار وار اللي يعجبك انت عايزه، المسافه دي اسمها اكس، الويت بتاع الروت في النص، يعني دي 25 ودي 25، وعلقنا من عند نقطه دي ويت ب 7، يبقى دي 20 ودي 5. هو بيقول الارض اهي دي لما تقرب تقرب تقرب، يعني انا لو جيت هنا كده عملت كده يا حبايبي، كل ما بقول لك دي ممكن تقرب لجوه كده، دي هتقرب اكتر لجوه، دي هتقرب اكتر لجوه، كل ما بقرب يبقى الارض بتزيد والارض بتقل، الارض تزيد والارض تقل، لغايه ده ما تبقى ماكسيمم، ماكسيمم يعني هتبقى وصلت للايت، وهو بقول لك ده او ده ما تزيدش عن ايت، اذا انا فضلت اقرب 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 لغايه ما وصلت ايت. طيب يبقى الار بكام؟ هنقول له 8 بلس ار ايكوال 7 بلس 4 عشان الريزلتنت ب 0، يبقى الار دي ب 3. طب المومنت عند الاي ب 0، هات لي المومنت ات ايه؟ نيجاتيف 7 تايم 20 نيجاتيف 4 تايم 25 بلس 8 في المسافه اكس، كده حسبنا الاكس، طلعت الاكس بكام يا اولاد؟ ب 30، يبقى اقل مسافه اقرب مسافه لدي اللي هي ب 30. طب نيجي نقول العكس، نرسمها بقى مره تانية، نفس الرسمه هي يا اولاد، مره تانية
كل ده اهي، نرجع بقى نرسمها انا برضو تاني كده، دي كل ما تبعد يبقى الرياكشن هنا بيزيد وهنا يخف، طب دي لو بعدت اكتر يبقى الرياكشن يزيد، كل ما ببعد كده يا ولاد كل الرياكشن ما يزيد، على اللي هناك عند الايه الرياكشن يزيد عند الايه، كل ما ببعد كل الار هنا ما يزيد والار هنا يخف لغايه ده ما توصل ايه. طب يبقى انا بعدت مسافه كام ولا اعرف، يبقى انا اعمل نفس الخطوات اللي فوق، اقول له 8 بلس ار ايكوال 11، يبقى الار لو دي وصلت للنهايه هتطلع دي الار ب 3. طب لما نجيب الصم مومنتس عند الايه، هنقول نيجاتيف 7 تايم 20، نيجاتيف 4 تايم 25 بلس اللي هي بقى كام، اللي هي 50 احنا قلنا ايه، يبقى هنا 3 تايم اكس، ما هو دي لو وصلت ايه دي تبقى 3، 3 تايم اكس. لما اجي احسب الاكس يا خبر ابيض، دي المفروض تتحرك على بعد 70. اذا كان الرد كله يا حبايبي، الرد اهو كله، كل الرد اهو 50، ازاي بقى دي توصل هنا على بعد 70 في الهواء كده، تعلق في الهواء؟ لا، يبقى معناها عمرها ما تزيد عن 50، يبقى انا اخري هنا، ومعناها ان دي ما وصلتش للايت، يبقى دي مش هتوصل لايت ابدا، دي مش هتوصل لايت. يبقى انا هقول له بقى كده ان دي اكس ب 70، لا يبقى الماكسيمم 50، يبقى فروم 1 و2 يبقى الاكس بتوين 30 و50. طب انا في الحاله دي ما وصلتش 8، يبقى ابتدي احل المساله من اول وجديد، اسمي دي ار 1 اسمي هنا ار 2 لما دي توصل هنا، ار 1 بلس ار 2 ايكوال 4 بلس 7، واجيب الصم مومنتس، نجيب الار 1 ونجيب الار 2 في الحاله دي. طب معلومه سريعه في الفيكتورز يا حبايبي، لو انا عندي فورس اف وجيت قلت لك عايز اجيب فيكتور كروس فيكتور، كنا زمان بنعمل اكستريمز ماينس مينز، دي كلام كنا بنقوله زمان انا براجع لك عليه، لما اجيب مومنت عند البي هتبتدي بي تقول له بي اي كروس اف، طب مومنت ات سي، سي اي كروس اف، مومنت ات دي، دي اي كروس اف. بصوا يا حبايبي اسمعوني بقى، علشان دي حاجه انا عايز اكتبها لك هنا عشان انت تاخد بالك منها. اولا لما اجي اقول لك انا عايز اجي لو فورس فيكتور وفيكتور باراليل، ما هو الفورس ده فيكتور اصلا، لما اقول لك تو فيكتورز باراليل في اربع حاجات لازم تبقى انت حافظهم وانا مغمض كده بقولهم، لما يجي لي تو فيكتورز باراليل يلا نقولهم كده بسرعه. لو انا عندي فيكتور ايه باراليل تو فيكتور بي، اول ما تشوف ده اهي تقول له عندي اربع حاجات، ايه هم الاربع حاجات؟ تعال نقولهم كده واحده واحده. الاولى هنقول عشان دول باراليل، يبقى انا هقول كده ان اف 1 فيكتور كروس اف 2 سوري اي فيكتور، ما هو الاي والبي معلش، اي فيكتور كروس بي فيكتور ايكوال 0 فيكتور، ادي واحده. يبقى لما يقول باراليل يبقى على طول وانت مغمض هتقول له يبقى ايه تايم بي ايكوال 0، ممتاز، يبقى فيكتور ايه تايم بي بزيرو، ادي واحده، ادي نمبر 1. نمبر 2 هتقول لي تاني حاجه ان لو قلت فيكتور ايه ايكوال ام تايم، او نقول كده بلاش ماشي، ام تايم فيكتور بي، ادي الثانيه، ادي تاني حاجه. تالت حاجه ان فيكتور ايه اند بي الاثنين دول لهم سيم ريشيو، يعني لو جبت الاي على الاي اللي هو الجنب الاي الاي على الاي 1 على اي على بي 1 سوي اي 2 على بي 2 ايكوال اي 3 على بي 3. الثالثه ان اليو بتاع فيكتور اي، الرابعه بقى، ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف يو بي. دول اربع حاجات مهمين، اول ما تلاقي اتنين فيكتورز بارلل عندك الاربع حاجات دول. يبقى انا هقول بقى دي نمبر 1 دي نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4، دول خليك فاكر الأربعة دول، أي اتنين فيكتورز بارل ده. طب مين يستخدم إمتى؟ أسهل واحدة ده هي، دي الأسهل. الأسهل هما سيم ريشيو، بس ده إمتى؟ لو عندك فيكتور 1 إيه وعندك فيكتور بي، لو عندك الاتنين. ودي برضو مش وحشة، لكن دي الأسهل. لو عندي الاتنين، طب لو عندي واحدة بس، فيكتور واحدة بس، يبقى يا نستخدم دي يا نستخدم دي. او ده
دي المشهورة. لو عندك 1 فيكتور، لو عندي 1 فيكتور يبقى تجيب الفيكتور التاني ام تايم ايه. يعني بمعنى لو انا جيت قلت لكم يا اولاد انا عندي فيكتور ايه مثلا 2i بلس 3j، وجيت قلت لك ان فيكتور بي بارالل تو فيكتور ايه، يبقى ما عنديش بي، يبقى انت تقول لي يبقى بي ايكوال ام تايم ايه، والام اعملها تايم الايه يبقى تطلع 2 ام اي بلس 2 ام جي، هي ده البي. يبقى انا ناقص لي بس جيفن اخر نجيب منه الفاليو بتاع البي، جيفن اخر نجيب الفاليو بتاع البي. دي قاعده مهمه. طيب يبقى انا بقول ام، والام ده ايه هتطلع بوزيتيف لو كانوا سيم دايركشن، الام ده ايه تطلع نيجاتيف لو اوبوزيت دايركشن. ادي معلومه. طب معلومه تانيه يا حبايبي، برضو انا بقول لك كده شويه معلومات قبل ما ندخل السؤال اللي جاي. لو جيت قلت لك سكوير روت 3 سكوير، هتقول اشطب السكوير مع السكوير روت ب 3، سكوير روت 5 سكوير اشطب سكوير مع السكوير روت تطلع 5. طب سكوير روت نيجاتيف 7 سكوير اشطب السكوير مع السكوير روت نيجاتيف 7، او لا غلطت، لان السكوير روت عمره ما يطلع نيجاتيف 7. طب عايز اصلح غلطتي يا اولاد، حط ابسليوت. اذا قاعده، اول ما تشطب سكوير مع سكوير روت لو الرقم بوزيتيف يفضل زي ما هو، لو الرقم نيجاتيف حط ابسليوت. طب لو قلت لك سكوير روت ام سكوير هشطب سكوير مع السكوير روت، طب الام دي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ ولا اعرف، يبقى نحط ابسليوت ام. عشان كده من الحاجات اللي بيغلطوا فيها كتير اخواتكم الصغيرين، لما يقول سكوير روت ايه سكوير يقول لك الاجابه ايه، قول له غلط. طب لو قال لك بوزيتيف اور نيجاتيف ايه، قول له برضه غلط، لان لا الصح اهو تقول له ابسليوت ايه، لان الابسليوت يبقى بوزيتيف فقط لو كانت الايه بوزيتيف، والابسليوت نيجاتيف فقط لو كانت الايه نيجاتيف. يبقى خدها قاعده كده يا حبيبي. طيب ده كلام مهم، الكلام ده يا حبيبي انا ملخصهم لكم اهو على الكمبيوتر اهو واضح قدامنا، ده الكلام اللي انا قايله. اذا دي معلومات مهمه قبل ما نخش في الموضوع في السؤال اللي جاي. بصوا دي مساله للشطار، 4 parallel forces F1 F2 F3 F4 equilibrium، يبقى هو البارالل وقال equilibrium. تقوم سيادتك بما انك شخص محترم تروح بقى كده تيجي عند parallel تحط خط تقول له دي خلي بالك منها اهو، حطها كده اهو، وعندي equilibrium خلي بالك منها، دي لها معنى ودي لها معنى هنستفيد بها دلوقتي. act at A و O و B و C، ماشي اهو A O B C، يعني ال F1 عند ال A، F2 عند ال origin، F3 عند ال B، F4 عند ال C. ادانا 1 فيكتور F1 فقط وادانا نورم التانية، وقال لك find F2 فيكتور F3 فيكتور F4 فيكتور، وقال جملة كده F1 و F2 opposite direction. تعالى بقى بهدوء، انا عندي 4 فورسز اهم، وعندي F1 وعندي نورم F2، ده الجيفن اهو، حطيت الجيفن في جنب، 4 فورسز F1 عند الـ A، F2 عند الـ O، F3 عند ده، دول parallel وعندي فورس واحدة، يبقى نقول يبقى F2 equal constant time F1، اضرب الـ L في الـ I والـ L في الـ J. انا عندي نورم F2 يبقى نجيب النورم من هنا، روت 4L سكوير 3L سكوير 9L سكوير، يبقى روت 13، روت 13 تروح مع روت 13 يتبقى روت L سكوير، روت L سكوير تقول لي ابسليوت L، اوعى تقول لي L او تقول لي بوزيتيف اور نيجاتيف، الاثنين يبقوا غلط، لكن تقول لي ابسليوت L، ابسليوت L ايكوال 4، يبقى ال L يا اما بوزيتيف 4 يا اما نيجاتيف 4. طب نختار بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ اقرا opposite direction، يبقى ال L بنيجاتيف 4. جبنا ال L بنيجاتيف 4، خدها عوض هنا وعوض هنا، يبقى انت جبت ال F2 الحمد لله، ادي F1 given، جبنا F2، عايزين نجيب F3، اقول نفس الكلام F3 parallel to F1، يبقى F3 equal constant time F1، اضرب ال M time ال I M تايم جي، يبقى أنت كده جبت F3 بس فيها M، عايزين نجيب الـ M زي هنا ما جبنا الـ L،
اجيب الام ازاي؟ استفيد بقى بكلمة اكويليبريم، اقول له طالما اكويليبريم يبقى السم مومنتس عند اي بوينت بزيرو. خليك ذكي وخد المومنت عند السي عشان تلغي اف 4. لما اجيب المومنت ات سي لغينا اف 4، يبقى ناخد اف 2 في المسافه، اقول له بقى كده سي اي كروس اف 1 بلس سي او كروس اف 2 بلس سي بي كروس اف 3، عشان انا بجيب المومنت ات سي لازم ابتدي بالسي والا يبقى انا غلطان. سي اي اي ماينس سي، اعمل اي ماينس سي كروس اف 1 اللي هي عندنا دي، سي او او ماينس سي كروس اف 2، اف 2 اهي اللي هي 8 و12، سي بي بي ماينس سي كروس اف 3 اللي فيها ام وام. اعمل يا جميل اكستريمز ماينس مينز، اكستريمز ماينس مينز، لما تحسبهم كلهم هتطلع الام على طول. طلعت الام بنيجاتيف 2.1، خدها عوض بيها هنا، عوض هنا، يبقى انت جبت اف 3. جبنا اف 1 اف 2 اف 3، الباقي اف 4. سهله بقى، تقول له ما احنا عندنا الاربعه ايكوليبريم، يبقى الريزلتنت بزيرو. معلش مش باينه، الريزلتنت بزيرو يعني اف 1 بلس اف 2 بلس اف 3 بلس اف 4 بزيرو. دول عندنا جمعهم وديهم الناحيه الثانيه تجيب اف 4. مساله للشطار. مسألة تانية تعالى بقى نقراها بالراحة. بصوا يا ولاد، المسألة دي بيقول ايه؟ نون يونيفورم رود، يبقى الويت مش في النص، طوله 12. اف ذا اند ايه محطوطة على هوريزونتال بلين، ذا رود ريزد اب باي فيرتيكال فورس قيمتها 72 ات بوينت سي والبي سي ب 2، and if the end B هي اللي اتحطت على الهوريزونتال بلين، the rod raised up by vertical force قيمتها 84 at end A، find the weight. ممكن تبصوا لي لحظه، ده الرد وده التيبل، انا خدت الاي ده اهي حطيتها هنا وجيت رفعت كده بفورس من هنا، من هنا من عند نقطه كده الرد ايكوليبريم، رجعت بدلت خليت البي ده هي اللي على التيبل ورفعت الرود لفوق بفورس فيرتيكال من عند الايه، الرود ايكوليبريم، بس ده الجيفن. يبقى مره حط الاند ايه على التي على الهوريزونتال تيبل ورفعنا الرود لفوق، مره حطينا البي على الهوريزونتال تيبل ورفعنا الرود لفوق، عايز يجيب مكان الويت. جميل قوي، يلا بينا كده ننفذ اللي انا قلته ده اهو. بص يا اولاد، نون يونيفورم اهو، بص ادي الايه اهو، شوف شوف رفعتها لفوق اهو من عند نقطه سي بفورس الفوق قيمتها 72. الويت جايه في مكان ما يبعد الويت عن الايه مسافه اكس، وال72 تبعد مسافه 2 هو اللي قال من البي. اروح بقى اقول له انا عندي دي سيتا، تبقى دي 180 ماينس سيتا، وهنقول الكلام اللي احنا بنحبه، ذا رود از ايكوليبريم، يبقى السم مومنتس عند الاي بزيرو. اقف عند الاي، لما تجيب المومنت يبقى دي هتتلغي، نيجاتيف دبليو لا بوزيتيف دبليو في المسافه اكس تايم ساين سيتا، وبعدين نيجاتيف 72 في المسافه ده اهي دي ب 2، يبقى المسافه دي كلها 10 في ساين 180 ماينس سيتا، ساين سيتا تروح مع ساين سيتا، طلعنا دبليو اكس. يلا نقلب يا جميل، نحط البي هنا والاي اللي تترفع اهو، بص قلبنا الاي هنا البي هنا والاي اللي ارتفعت لفوق بفورس 84. خلي بالكم المسافه من الويت للاي باكس اهي، من الويت للاي باكس، دي الفا يبقى دي 180 ماينس الفا، واقول نفس الكلام ذا رود ايكوليبريم سم مومنتس عند البي بزيرو، دي تتلغي، دبليو في المسافه دي، المسافة دي كلها 12 يبقى دي 12 ماينس اكس، وبعدين 84 بالنيجاتيف في المسافة كلها 12 في ساين 180 ماينس الفا، اشطب ده مع ساين الفا مع ساين الفا، اضرب دبليو في الاثنين، شيل دبليو اكس وحط مكانها 720 كده، يبقى انت حسبت الدبليو عوض حسبت الاكس. مسألة جميلة. مسألة تانية دي موجودة في كتاب الوزارة يا ولاد، جايب لهم راجل كده موتور سايكلست راقب قاعد على الموتور سايكل دي، قال لك الموتور سايكل ده قيمتها الماس بتاعتها ب 200، أنا لو منك المنظر ده هو ولا يهمني، أنا هعتبر ده
كأن ده هي سبورت ودي سبورت، يعني العجلة دي كأنها سبورت والعجلة دي سبورت. يبقى أنا لما أجي أرسمها في الصفحة اللي جاية هرسم رود كده، ده اللي هو كأن الرود اللي هو ده أهو، المسافة دي، المسافة دي أهو، أدي الموتور سايكل أهو، ما هو دي كأن دي رود بوصل الاتنين دول. وهنحط هنا سبورت هنا عند العجلة الأولى وسبورت هنا عند العجلة التانية، ويبقى الويت بتاع الموتور سايكل هنا في النص، هو الموتور سايكل الماس بتاعته 200 كيلو جرام، ده وزاوت الموتور سايكلست. الموتور سايكلست لوحده، الراجل لوحده اللي بيسوق الموتور سايكل ده، الماس بتاعته 84، هو عايز يجيب R1 وR2 وزاوت الموتور سايكلست مره ومره وذ موتور سايكلست. يبقى انا هرسم مره العجله والعجله اللي هم التو سبورتس دول هنا وهنا، دول العجلتين، وارسم R1 وR2. هتقول له R1 بلس R2 قد 200، وبعد كده يبقى دي 100 ودي 100، لان المسافه دي قد المسافه دي. دي كلها كان سنتيمتر سنتيمتر، انا حولتها لمترز عشان هو جايب لك بعد كده بالمترز كده. يبقى انت جبت R1 وR2. تعالى بقى الراجل ده قاعد على الكرسي ده، وقال لك الراجل ده يبعد مسافه متر من الطرف الايه، من الايه، المسافه دي 1 متر، دي 0.7، يبقى دي 0.3. وتقول نفس الكلام الرود ايكوليبريم، يبقى الريزلتنت بزيرو R1 بلس R2 ايكوال 284. هات السم مومنتس، يبقى نيجاتيف 200 في 0.7، نيجاتيف 0.4 في 1 بلس R2 في المسافة كلها اللي هي 2. كده حسبت R2 وهتحسب R1، اكيد R2 هتطلع اكتر بكتير من R1. مسألة تانية يا حبايبي، هنا بيقول in the opposite figure woman يوزس، تخلي بالكوا الست دي اللي شايله اللي هو العربيه اللي في الجنينه دي اللي بتشيل عليها البادي ده. قال لك لما تيجي تقرا الكلام، قال لك ان في ويت 60، الويت هنا ب 60، وبعد كده قال لك ان كاري وشايله كتله هنا الماس بتاعتها 250. ال 60 ده اهي على بعد 15 سنتيمترز من البي، زي ما هو كاتب كده المسافه دي 15. انا هرسم نفس الرسمه دي بس بالخطوط اهو، ارسم نفس الرسمه اهو، الرسمه دي كده، هنا ادي البي، الويت هنا ب 60 تبعد مسافه 15، ال 250 هنا تبعد مسافه 15 ثانيه، هو اللي قايل في الرسمه يا اولاد، انا نقلت الرسمه بس نفس المنظر، بس ما رسمتش الست الجميله دي، رسمت كده لوحده. المسافة دي كلها 70. هقول له بقى اي بي ايكوليبريم، طالما ده ايكوليبريم، ما هو الست واقفة كده، يبقى دي مش بتتمرجح اللي هو العربية دي، لا ده العربية دي ايكوليبريم، يبقى هنقول نفس الكلام اللي احنا حافظينه، الريزلتنت بزيرو R1 بلس R2 ايكوال دول، والسم مومنتس بزيرو، لو جبت المومنت عند البي 60 في المسافة 15 في ساين سيتا، 250 في المسافة 30 في ساين سيتا، R2 في المسافة كلها في ساين 180 ماينس سيتا اللي هي ساين سيتا، اشطب ساين سيتا مع ساين سيتا مع ساين سيتا، كده حسبت R1 عوض هتجيب R2. جميل. مسألة تانية دي موجودة، بقول لك عربية ربع نقل زي ما انت شايف كده، العربية دي شايلة كتلة هنا، هنا قال لك ان في المكان ده اهو المسافة من هنا لهنا 260، المسافة من هنا 150، وقال بقى تعالى نعيد نفس الرسمه هنا، قال لك ان في 400 تبعد مسافه 150، وكتله هنا 1600 عند نقطه سي، هو اللي قايل الكلام ده في المساله يا اولاد. يبقى انا هقول له انا عندي العجله دي، دي كانها سبورت والعجله دي كانها سبورت، العجله دي بتبعد مسافه 65، العجله دي بتبعد مسافه 75، انا نقلت الكلام اللي قاله هنا. وتقول بقى نفس الحكاية، the road is equilibrium، الريزلتنت بزيرو يبقى اللي فوق قد اللي تحت، المومنت بزيرو هناخد المومنت عند اي بوينت، كده هنحسب R2 وهنحسب R1. ممتاز. مسألة اخيرة بقى بسرعة، قال لك ايه دي رود محطوط هوريزونتالي على تو سبورتس بي وسي، اي بي ايكوال بي سي ايكوال سي دي، التلاتة قد بعض، يبقى نسمي دي ال ودي ال ودي ال. It's found that the rod about rotate over turn، يعني rotate لو علقنا ويت قيمته ام ات ايه،
والرد اباوت روتيت لو علقنا ويت قيمته ان عند نقطه دي، فايند ذا ويت اوف ذا رود، عايز يجيب الويت اوف ذا رود. تاني حاجه بروف ان البوينت اوف اكشن اوف ذا ويت ديفايدز الاي بي باي ريشيو ام بلس ام تو ام بلس تو ان. ولا تتخض من المنظر ده، هيطلع بسهوله خالص. انا هقول بالراحه انا عندي رود الويت بتاعته دبليو ومش في النص ولا حاجه لانه ما قالش يونيفورم المسافة. هو بيقول لك بقى حط سي وحط دي، المسافة دي ال ال ال، دي ب ال ودي ب ال، دي كلها ال، يبقى هنسمي دي اكس، يبقى دي ال ماينس اكس. جميل. هيقول لك بقى لو علقنا ويت هنا قيمته ام اباوت روتيت، اشطب الرياكشن البعيد. طب علقنا ويت هنا قيمته ان، يبقى الرود اباوت روتيت، يبقى نشطب الرياكشن البعيد تاني. هنيجي الخطوات اللي انت حافظها، رود ايكوليبريم، يبقى نجيب سم مومنتس عند البي بي زيرو، ام تايم ال ايكوال دبليو تايم اكس، كده يبقى انا جبت دبليو اكس ايكوال ام ال وسماها ايكويشن 1. نفس الحكايه هنا هتقول له ذا رود ايكوليبريم، خد السم مومنتس عند البوينت سي، يبقى هتقول له دبليو تايم ال ماينس اكس ايكوال ان تايم ال، فك البراكت دبليو ال ودبليو اكس، هنشيل دبليو اكس ده ونحط مكانها ام ال، شيل دبليو اكس وحط ام ال. طب ما تطلع المساله في ال وال وال، اعمل ديفايدد ال ديفايدد ال ديفايدد ال، وهات لي الدبليو لوحدها ام بلس ان. ممتاز. شيل ام بلس ان دي اكتبها هنا مكان الدبليو، يبقى هتطلع لما نعوض هنا اهو، يبقى انا عايز اجيب الاكس لوحدها، يبقى ام ال على المقدار ده، يبقى ام اوفر ام بلس ان في ال، دي الاكس. ده الطلب الاولاني، عايز الدبليو يبقى الدبليو ام بلس ان. انا عايز اجيب الريشيو، لو سمينا ده هي نقطه اتش، لو انا سميت ده هي البوينت دي بسميناها باتش، ده هي دي، عايزين نجيب بقى الريشيو، يعني نجيب اي اتش على الدي اتش. طب ما انت لما تبص الاي اتش اللي انا علمت عليها ده هي عبارة عن قطعتين، قطعة ب L وقطعة ب X، يبقى نقول له L plus X. طب ال DH ده هي المسافة دي كلها عبارة عن قطعتين، قطعة ب L وقطعة L minus X، يبقى تطلع الإجابة L plus X على 2L minus X. شيل ال X ده هي، شيل ال X ده هي، واكتب المقدار الوحش اللي احنا جبناه ده، ولا يهمك، اشطب L مع ال مع ال مع ال من الاربعه، اهو شطبت ال ال من الاربعه. عشان تشيل المقدار الوحش ده تخليها سمبليفاي، اضرب ام بلس ان فوق ام بلس ان تحت. ام بلس ان هتتضرب في الاولانيه يبقى ام بلس ان، وتتشطب مع الثانيه يتبقى ام. ام بلس ان دي هتتعمل تايمز 2 يبقى 2 ام بلس 2 ان، وتتشطب مع الثانيه اهو يا حبايبي. فجمع بقى اللي طلع كده، هتقول لي هنا ام وهنا ام، يبقى 2 ام بلس ان وتحت ام بلس 2 ان. يا سلام، حاجه جميله يا اولاد، انا طلعت الريشيو اللي شكلها معقد اهي. هنيجي بقى دي مساله نفس الفكره، انا هعديها بقى هجيبها لك اهو محلوله عشان عايزين ندخل في الجزء الثاني من الحلقه. انا بس هجيبهم لك كده الاول عشان يبقى دي مسائل اخرى محلوله عندك اهو، يعني خليكم معايا ثواني اهو، دي مسائل اخرى يا اولاد انت تقدر توقف ده قبل ما ندخل في الجزء الثاني من الحلقه اهو يا حبيبي. انا بجيب لك سؤال ثاني نفس فكره السؤال اللي فات، نفس الفكره اهو، نفس الفكره، عشان وانت بتراجع يبقى دي فكره حليتها وشرحتها، ونفس الفكره هي محلوله. انت اقف بس على اليوتيوب كده يا حبيبي، وقف الفيديو وحلها لوحدك واقرا الاجابه بالتفصيل، هتلاقي نفس الكلام. ودي مساله ثانيه برضو، دي افكار مسائل ثانيه اهي محلولة، عشان برضو انا عايز اسيبك كده، يبقى انا اديتك افكار زيادة اهو كده، خلصنا. هنبتدي بقى يا اولاد ندخل في الجزء الثاني من الحلقة. الجزء الثاني من الحلقة برضو بيتكلم على الايكوليبريم، بس المرة دي هنقول جنرال ايكوليبريم. يعني ايه؟ يعني ايه الكلام اللي انا قلته ده؟ جنرال ايكوليبريم، الجزء الاولاني في الحلقة كنا بنتكلم على ايكوليبريم باراليل فورسز.
الجزء الثاني من الحلقة هنقول جنرال ايكوليبريم، يعني ليس بالضرورة ان الفورسز تكون بارلل. تعالوا بقى نحكي من بداية الايكوليبريم. سيادتك اول ما تشوف كلمة ايكوليبريم في اي حتة في الدنيا، ايكوليبريم يبقى البادي اتريست، ما بيتحركش ولا بيدور ولا ميت مكانه، بس البادي واقف مكانه، بس في فورسز عليه. فورسز عليه يبقى انا كام فورس عليه؟ ما ينفعش وان فورس، لان وان فورس البادي اكيد اكيد هيمشي، لكن يا اما تو فورسز يا اما ثري فورسز يا مور ذان ثري. ناخد الموضوع كده من بدايته. لو تو فورسز لازم التو فورسز اهو هيبقى ايكوال ان ماجنتيود، اوبوزيت ان دايركشن، ديفرنت لاينز اوف اكشن. طب لو ثلاثه فورسز، ثلاثه فورسز قدام احتمالين، يا اما الثلاثه فورسز بارلل يا ميت ات اي بوينت، لا يوجد احتمال رابع او ثالث. مره ثانيه لو تو فورسز لازم ثلاث شروط. التو فورسز انا عندي كده ادي البادي اهو، زقته بفورس، لازم ازقه بفورس عكسه عشان يقف، ولازم التو فورسز قد بعض ايكوال في الماجنتيود اوبوزيت ان دايركشن، ولازم على نفس اللاين، لان لو انت بتزق من هنا وصاحبك بزق من هنا هيحصل روتيشن للبادي، ما بقاش ايكوليبريم. يبقى لازم التو فورسز على نفس اللاين، ده لو تو فورسز. لو ثري فورسز لازم يبقى الثري فورسز يا اما بارلل يا اما ميت ات اي بوينت. بص لي كده، ادي بادي اهو، ادي بادي اهو. لو ثلاثه فورسز، مره ثالثه اهو، ثلاثه فورسز عايزين نوصل. بص بقى يا باشا، ممكن فورس تبقى كده، ممكن فورس كده، يبقى وحياه ربنا الثالثه لازم تيجي كده، لان كده الثلاثه فورسز بره، اف 1 اف 2 اف 3، ويبقى الريزلتنت بتاع اي اتنين قد الثالثه. الحاله الثانيه يا اولاد، الفورس دي كده، الفورس الثانيه كده، الفورس الثالثه، معلش ازود الاضاءه شويه اهو، الفورس الثالثه هتبقى جايه كده، بحيث لما تعمل اكستنشن، تعمل اكستنشن لازم الثالثه تمر بنفس البوينت. طالما ثلاثه فورسز لازم يكونوا ميت ات اي بوينت. طب لو حصل ورسمت فورس كده وفورس كده والتالتة جايه كده، يعني دي اف 1 اف 2 اف 3، دي لو مديتها ودي لو مديتها ودي مش هيتقابلوا في بوينت، وحياه ربنا ما هيحصل ايكوليبريم. يبقى علشان يحصل ايكوليبريم لتلاتة فورسز لازم يقوم يا اما يكونوا بارلل او ميت ات اي بوينت. طب لو اكتر من ثلاثة بقى، لو عندي فورس اتنين تلاتة اربعة، ليس بالضرورة يكونوا ميت ات اي بوينت ولا بارلل. يبقى الشرطين اللي احنا قلناهم ان الريزلتنت بزيرو والسم مومنتس بزيرو، دي شروط الايكوليبريم في جميع الاحوال، سواء تو او ثري او اكتر، لكن دي القاعدة الوحيدة لما يبقى بقى ان دول نوت ميت ات اي بوينت ونوت بارلل. يلا يا جميل بقى كده نبص على الكمبيوتر بقى معايا علشان نلخص الكلام ده، وعايزين سرعة يا مسهل نقدر نقول اكبر قدر. بص يا حبايبي، ده تشابتر 4. تشابتر 4 بيتكلم على جنرال ايكوليبريم. جنرال ايكوليبريم انا قلت اهو، لو تو فورسز دي الشروط بتاعتها، لو ثري فورسز ميت ات اي بوينت يبقى الريزلتنت ان جنرال، يبقى الريزلتنت بتاع اتنين قد التالتة. خدنا في موضوع بيستخدم الايكوليبريم اسمه لامز رول. لامز رول ثلاث شروط يا اولاد، عدد الفورسز يكونوا ثلاثه، لو اثنين ما اقدرش، لو اربعه ما اقدرش. لامز رول لازم عدد الفورسز ثلاثه، لازم الفورسز يكونوا ميت ات اي بوينت، لازم يكونوا ايكوليبريم. كنا في لامز رول بناخد الاف على ساين الاوبوزيت انجل، الاف 2 على ساين الانجل بتوين الاذر تو فورسز، وهكذا. ده لامز رول يا حبايبي. ادي حاجه قلنا شروط الايكوليبريم، ان الريزلتنت بزيرو ده الجنرال ايكوليبريم، والسم مومنتس بزيرو. معنى الريزلتنت بزيرو يبقى اللي فوق قد اللي تحت، اليمين قد الشمال، يبقى انا بعمل ريزوليوشن للفورسز، يبقى الاكس بزيرو الواي بزيرو. تاني حاجه المومنت بزيرو. كل مسائلنا النهارده هنستخدم الثلاث شروط دول، اكس بزيرو، واي بزيرو، المومنت بزيرو. يبقى بدل ما اقول الريزلتنت عشان دي الفورسز مايله، هنشطب الفورس المايله ونعمل لها ريزوليوشن.
درس النهار تشابتر 4 كله يا اولاد ملخصه الصفحة دي، تشابتر 4 بالكامل الصفحة دي الملخص بتاعه. يلا نتكلم بقى. عندي ثلاثة طرق، اما الرود سسبندد باي تو سترينجز، يا اما الرود بليست على تو بلينز، يا اما الرود سسبندد باي هنج. كل تشابتر 4 هو ده. لو الرود سسبندد باي تو سترينجز يبقى عندي ثلاث احتمالات، يا اما التو سترينجز بيتقابلوا في بوينت، يا اما التو سترينجز كده مايلين مش بيتقابلوا في بوينت، في احتمال ثالث ما عملتهوش ان التو سترينجز بارلل، لان ده بتاع الشابتر اللي فات. الفورسز المايله لازم تشطب عليها وتعمل لها ريزوليوشن. هنشطب دي نعمل تي كوزاين تي ساين، اشطب دي تي كوزاين وتي ساين على اساس ان السيتا دي عندي والسيتا دي عندي، برضه نشطب ده اهي ونعمل كوزاين وساين، ونشطب دي كوزاين وساين، ونقول بقى الشروط. اكس بزيرو اليمين قد الشمال، واي بزيرو اللي فوق قد اللي تحت، اكس بزيرو اليمين قد الشمال، الواي بزيرو اللي فوق قد اللي تحت. ده الطريق الاول. الطريق الثاني رود بليست على تو بلينز. ممكن في عندي اربع محطات يا حبايبي، يا اما البلين ده فيرتيكال وده هوريزونتال، يا اما ده فيرتيكال وده انكلايند، يا اما العكس ده هوريزونتال وده الانكلايند، او الاثنين انكلايند. اربع احوال لما يقول لك رود محطوط على تو بلينز. الحاله الاولى اهو ده فيرتيكال وده هوريزونتال. هنرسم ثلاث خطوط الغلابه اللي هي الويت وار 1 وار 2. لازم الرياكشن بيربنديكولار على البلين، لازم الرياكشن بيربنديكولار على البلين. خدها قاعده، الرياكشن دائما برسمه بيربنديكولار على البلين. طب هنا ده بلين وده انكلاين، حطيت الرود ما بينهم. ثلاث خطوط الغلابه يا اولاد، الويت فيرتيكال، ار 1 كده وار 2 كده. يجي واحد يقول لي طب ليه ما رسمتش ار 1 زي ده كده؟ اقول له لا، لان ار 1 رسمته كده عشان بيربنديكولار على البلين. البلين لما مال جيت راسم ار 1 مايله كده بحيث بيربنديكولار على البلين، وده اهي هشطبها واعمل لها ريزوليوشن ار كوزين وار ساين. طب هنا برضه ار 1 بيربنديكولار على البلين، ار 2 بيربنديكولار على البلين، اوعى ترسمها لفوق، وبرضه دي هعمل لها ريزوليوشن ار كوزين وار ساين. الثالثه هنحط الرود كده ونرسم ار 1 ونرسم ار 2، ده بيربنديكولار على البلين وده بيربنديكولار على البلين. اشطب الار 1 ونعمل كوزين وساين، اشطب الار 2 نعمل كوزين وساين. دول كده ده بالنسبه للطريق الاول. الطريق الثاني نيجي بقى للجزء الثاني. لو رود سسبندد بهنج، في عندي ثلاث احوال يا اولاد. ادي الهنج اهو، عارفين يعني ايه هنج؟ بصوا لي، لما اقول لك ده رود معلق بمفصل، مفصل يعني هنج، الرود هيبقى موفابل كده. ممكن الهنج ده كده وربطت ده بحبل والحبل ربطته في الحيطه، يبقى اذا ده كده، يبقى الحبل ربطناه في الحيطه، ادي حاجه. ممكن الهنج كده والرود كده وربطت ده في حبل والحبل في الحيطه. ممكن الرد كده وربطته في حبل والحبل بعيد كده والحبل بعيد كده، يبقى دول الثلاث احوال. يبقى الهنج اهو ربطت الاذر اند بحبل والحبل في الحيطه، ادي واحده. الرد هوريزونتال، ممكن الرد مايل لفوق، ممكن الرد مايل لتحت. يبقى لما يقول لك رد سسبندد بهنج عندك ثلاث محطات، اما ترسم الرد هوريزونتال او الرد مايل لفوق او الرد مايل لتحت حسب المساله مش بمزاجك طبعا. يلا كده يا حبايبي، يبقى انا لما اجي اقول هقول اهو ادي الرد ربطناه بحبل اهو وده الهنج. جميع مسائل الهنج يا اولاد انا حاجه دي هنشطبها ونعمل لها ريزوليوشن. في حاجه مهمه بقى عند الهنج ده اهو، في رياكشن انا ما اعرفش اتجاهه، اما سمى ار اكس وار واي، والتي هنشطبها ونعمل هنا ده كده. خلي بالكوا يا حبايبي، بصوا لي الهنج اللي مربوط هنا، الهنج اللي مربوط هنا في الحيطه لما رفعته كده الرد ضاغط على الحيطه، ضاغط على الحيطه، هل بيدخل جوه؟ لا، يبقى في رياكشن طالع من الحيطه. الرياكشن ده اتجاهه ازاي؟ انا ما اعرفش، فسميت ار اكس وار واي. ولما اجيب ار اكس ولما اجيب ار واي اقدر اجيب الريزلتنت بتاعهم اللي هو الرياكشن اللي احنا عايزينه.
عشان كده هيطلب منك الرياكشن اوف ذا هنج، تقوم تجيب ار اكس، تجيب ار واي، تجيب بعدها الرياكشن بتاع الهنج نفسه. طيب، طب كمان لو انا جيت قلت لك اهو ادي الرود هوريزونتال وربطنا الاند ده بحبل في الحيطه، برضو يا حبايبي هتيجي عند الهنج تعمل ار اكس وار واي برضو، لان الرود خابط في الحيطه، يبقى ار اكس كده وار واي كده، عشان ما تقولي لي انت رسمته كان الرود خابط في الحيطه يبقى الرياكشن اللي بره. الحاله الثالثه بقى الرود ده شدناه بحبل، الحبل محطوط هنا في نقطه هنا كده، يبقى الرد شادد الحبل ده وشادد الرد من الحيطه، يبقى الار اكس العكس، يبقى الار اكس كده والار واي كده. المنظر ده هو يا اولاد، طبعا هتعمل ريزوليوشن، هنا تعمل ريزوليوشن الصفحه ده هي حبايبي، اعمل لها سكرين شوت، ده ملخص شابتر 4. يبقى لما حد يقول لك شابتر 4 هي الصفحه دي، يبقى عندي ثلاث طرق، تو سترينجز تو بلينز suspended بهنج، كل مسائل شابتر 4 لن تخرج عن هذا النطاق. برضو معلومة كده في السريع، لو دي حيطة ودي حيطة وحطيت رود كده، الرياكشن ده بيربنديكلر على الحيطة والرياكشن ده بيربنديكلر على البلين، لو سميت الانجل دي سيتا يبقى اللي فوق دي سيتا، طب ما دي 90 الحمراء دي يبقى دي كلها 90 ماينس سيتا، ده اهي يعني لما اجي ارسم هقول لك الانجل ده اهي دي كده تبقى دي 90 ماينس سيتا، ان اللي جنبها سيتا، طب دي 90 ماينس سيتا، طب ما دي كلها 90 ده اهي، يبقى ده هي بسيتا على طول، يبقى انا اول ما اشوف كده اقول له دي 90 ماينس سيتا واللي فوق دي بسيتا. حاجه تانية يا اولاد، بص يا حبايبي ده رد محطوط اند اي على بلين، اند بي على سبورت، في هنا ار 1، طب ار 2 ارسمها ازاي؟ ار 2 كده بيربنديكلر على الرد، يبقى نقول مره تانية الرياكشن دايما دايما بيربنديكلر على البلين. تاني يا اولاد الرياكشن، تاني اقولها مره تانية، دايما الرياكشن دايما دايما بيربنديكلر على البلين. امال امتى الرياكشن نعمله بيربنديكلر على الرد؟ اد ذا سبورت اونلي، يبقى فقط الحاله الوحيده اللي بنقول الرياكشن بيربنديكلر على الرد حاله وحيده لو في سبورت، لكن لو قال لك بلين يبقى اوعى ترسم الرياكشن بيربنديكلر على الرد، يبقى دايما دايما الرياكشن بيبقى بيربنديكلر على البلين الا في حاله وحيده لما يقول لما يقول لك سبورت فقط، يبقى خدها قاعده الرياكشن بتاع البلين الا في حاله السبورت، لو سبورت يبقى بيربنديكلر على الرد. كام سؤال كده في السريع مالتيبل تشويس وبعدين نخش في الاسئله الاساسيه. رود محطوط 1 اند على سموث سبورت، يبقى الرياكشن ات ذيس بوينت السبورت بيربنديكلر على الرود اللي بيمر بالبوينت اوف كونتاكت، ولا بارلل للرود، ولا اكتنج ان نون دايركشن، ولا بيربنديكلر على الرود بس مش بيمر بالبوينت اوف سسبنشن؟ اكيد نمبر ايه، اكيد، لانه يبقى الرياكشن بيربنديكلر على الرد عشان في سبورت وبيمر بالنقطه دي. طب اقرا الثانيه، اي بي يونيفورم رد ابر اند على فيرتيكال وول اند لور اند على هوريزونتال جراوند، يبقى نقول بالراحه كده مره ثانيه يا اولاد، انا بقول اهو انا عندي مره ثانيه انا هقول كده ادي فيرتيكال وول وادي هوريزونتال جراوند والرود محطوط ما بينهم، الرود اهو يا حبايبي، الرود اهو، الرود اهو محطوط على الول وعلى الارض. طيب معلش انا هرسم تاني الارض دي لتحت شويه عشان ارسمها كده بالراحه، اهو انا هرسم ده الحيطه وده الارض، الرود محطوط كده، هو بيسالك سؤال، ادي رود محطوط على ارض على حيطه وعلى ارض، اقرأ كده يا جميل معايا تاني على الكمبيوتر كده، بيقول and on horizontal in which of the following cases the rod could rest in equilibrium، انهي حالة في دول ينفع الرود يبقى equilibrium؟ هل الرود يبقى equilibrium لو كان الوول سموث لو كان الحيطة دي سموث فقط؟ طيب هل لو الارض سموث والحيطة رف؟
هل لو الارض رف والحيطه سموس، ولا كل اللي فاتوا دول؟ طب ممكن اقراها تاني بالراحه كده، بص لي كده الرسمه اهي، الرسمه على الايباد اهي. لو انا جيت قلت لك ده اهو سموس وده سموس، هل الرود هيبقى اكوليبريم؟ استحاله، هتقول لي الرود هيتزحلق لان دي سموس ودي سموس، يبقى الرود هيتزحلق، يبقى دي ما تنفعش. طب تاني، لو ده هي رف وده هي سموس، تقول له لا برضه مش هيقف. اما لو ده هي رف وده سموس ينفع، يبقى دي الحاله الوحيده ان الارض لو كانت رف والحيطه سموس ينفع يحصل ايكوليبريم. يبقى انا هروح اختار على الكمبيوتر نمبر سي، لو الجراوند رف والوول سموس ينفع اهو على الكمبيوتر اهو، يبقى انا اخترت الحاله رقم سي على الكمبيوتر هنا اهو، يبقى اخترت الحاله دي. جميل. طيب بصوا بقى للسؤال ده، السؤال ده جايب لك ادي حيطه فيه هنج وربطنا دي بفيرتيكال وول في ويت هنا، يا ترى الرياكشن بتاع الهنج هيجي ازاي؟ بصوا يا حبايبي على معايا هنا، لو انا جيت قلت لك ادي حيطه، ادي حيطه اهو، وجيت قلت يا جميل، ركزوا معايا كده على الكمبيوتر معلش، لو على الايباد، لو جيت رسمت رود كده، لو انا رسمت هرسم لك الرود مرتين، معلش معايا على الايباد لو سمحتوا اهو، بصوا كده للرسمه دي، انا قلت رسمت حيطه، ادي هنج وادي هنج اهو. لو انا جيت قلت انا هشد الرود اهو، ادي الرود اهو يا حبايبي، الرود مايل كده، الرود مايل كده، بصوا في الحالتين. هاجي بقى ارسم من هنا حبل كده، ومن هنا هرسم حبل لفوق، مين في الرسمتين دول؟ مين في الرسمتين دول اهو، عشان بس يبقى الاجابه تظهر، ارجو كده تكون ظهرت اهو، مين في الرسمتين دول؟ الهنج، الرياكشن بتاع الهنج، الرياكشن عند الهنج ارسمه ازاي؟ ابص بقى الناس الجميله تقول ده لفوق، فين الفورسز؟ انا عندي ادي تي فورس هنا اسمها دبليو، الفورس التالته اللي هنا اسمها ار، طالما دول باراليل وحياه ربنا التالته لازم تكون باراليل، يبقى الرياكشن لازم يكون لفوق. اما هنا التي جايه كده والار جايه والويت جاي كده، دول مش بارلل، يبقى الرياكشن جاي كده. لا فين هيتقابلوا؟ 100 ات اي بوينت زي ما كنت بحكي. يبقى اذا في الرسمه ده اهي لازم الرياكشن يكون لفوق. ارجع معايا بقى كده على الكمبيوتر يا حبايبي اهو، ادي هنا التي لفوق وهنا الويت لتحت، يبقى الرياكشن بتاع الهنج لازم يكون فيرتيكال ابورد. طب وليه اب مش داون؟ لان انت شادد لفوق، يبقى الرده ضاغط على الهنج لتحت، تقوم انت ترسم الرياكشن لفوق. طب نيجي للرسمه دي، جايب لك هنا حاطط رد المسافه دي قد اللي هي، ودي حاجه ودي حاجه ودي حاجه ودي حاجه، اسمي ده هي اكس ودي واي، نفس المسافه دي اكس ودي واي اهو، نفس المسافه. لو حطينا الام هنا وام 1 هنا، لو نقلنا الام هنا وحطينا ام 2 هنا، ما علاقه ام 1 بام 2 يا ترى؟ الام 1 يبقى انا لما اجي اقول لك هنا، بقول لك ذن ذا فاليو اوف ام، الام ده اهي ايكوال ام 1 بلس ام 2، ولا الام دي نص ام 1 بلس ام 2، ولا الام ايكوال ام 1 تايمز ام 2، ولا روت ام 1 ام 2؟ تقوم سيادتك بما انك شخص جميل تمسك الشكل الاولاني ده هنا في ماس او فورس، فورس فورس تالت لفوق، هات الصم مومنتس هنا، يبقى الفورس في الديستانس قد الفورس في الديستانس، يبقى ام تايم واي ايكوال ام 1 تايم اكس، سماها ايكويشن 1. نفس الحركه هنا، ام 2 تايم واي ايكوال ام تايم اكس، اعمل ديفايدد ده على ده، لما اعمل ديفايدد هتلاقي الواي تروح مع الواي، الاكس تروح مع الاكس، اعمل كروس مالتيبليكيشن هتطلع الام تايم ام تطلع ام سكوير ايكوال ام 1 تايم ام 2، يبقى الام ايكوال سكوير روت ام 1 تايمز ام 2. تقوم تختار دي،
ادي يا اولاد مسائل. بصوا بقى اللي انا كاتبه، التقسيمه اللي انا كاتبها دي، ده الدرس بتاعنا جنرال ايكوليبريم، ده الشابتر. احنا هنقسم اسئلتنا نوعين، انا ما اعرفش وقت الحصه هيكفي نقول النوعين ولا نوع واحد. اول نوع problems equilibrium not including friction. النوع الثاني البروبلمز بتاعتنا كلها فيها فريكشن. هنبتدي ناخد اسئله على دي تفصيلا، اسئله على دي تفصيلا، مع ملاحظه ان احنا الصفحه اللي انا قلت لك عليها في الاول اللي هي ملخص شابتر 4 كله، ما الثلاث طرق، اما تو سترينجز او تو بلينز او هنج، دايما هيقول لك كده في شابتر 4، رود مربوط بتو سترينجز، رود مربوط محطوط على تو بلينز، رود مربوط بهنج. كل اسئلتنا كده، وكل حاله دايما اعمل سكرين شوت للصفحه اللي قلت لك عليها وخليها قدامك، ده شابتر 4 يا اولاد. اقرا اي سؤال هتلاقي واحده من دول، يبقى انت كده لميت شابتر 4 في صفحه. تعالوا كده يا حبايبي نبتدي بالنوع الاول اللي هو ده. النوع الاول اللي هو problems including not including friction. اقرا uniform ladder AB وزنه 20 طوله 240 rests with angle 60 degrees to the horizontal end. قال لك its ends resting on a smooth floor and a vertical wall. يعني smooth floor و vertical wall، يبقى ده smooth وده smooth. طبعا لو ده smooth وده smooth عمر الرد ما هيقف. فقال لك عشان يحصل equilibrium ربطنا اللور اند ايه باي سترينج، ربطناه بحبل، والحبل جويند باي ذا جانكشن، نقطه الاتصال، جانكشن دي يعني نقطه اتصال الحيطه بالارض، اوف ذا فلور اند ذا وول. ذا سترينج كانوت ستاند تنشن مور ذان 30 روت 3. يبقى الحبل اللي ربطناه ده محدود، ما يتحملش شد اكتر من 30 روت 3. امان اوف ويت 80 كان ascending the top of the ladder without breaking. انا عندي ثلاث طرق اهم يا اولاد، انا كاتبهم لك اهو. ادي هو قال لك المره دي حيطه وارض، ده سموس وده سموس. وبعدين خطوط الغلابه ار1 ار2 الويت كله 240 يبقى 120 120. قال لك هنربط ده بحبل والحبل ده فيه تنشن. في راجل اهو، الراجل اهو، فين الراجل؟ اهو الراجل ده واقف، هيطلع يطلع يطلع على الرد، كل ما بيطلع كل التنشن ده ما يزيد، يطلع اكتر التنشن يزيد اكتر، لغايه ما يوصل عند نقطه التنشن دي وصلت للماكسيمم اللي هي 30 روت 3. هو بيقول لك يا ترى الراجل هيوصل للنص ولا قبل النص ولا بعد النص ولا عند البي. انا سميت المسافه اكس، وعلى حسب الاكس ما تطلع، لو طلعت 120 يبقى الراجل يطلع للنص بس، اقل من 120 هنا، لو 240 يبقى عند البي. هنقول كل الاسئله بقى عشان انا مش هقعد اشرح بالتفصيل، كل الاسئله بتقول له اكس بزيرو واي بزيرو المومنت بزيرو. ثلاث شروط بتقول اكس بزيرو يبقى اليمين قد الشمال، اهو اليمين قد الشمال، يبقى انا جبت ار2 ده اليمين اللي هي ار2 والشمال اللي هي 30 واي بزيرو اللي فوق قد اللي تحت، يبقى ار1 ايكوال 20. ار1 ايكوال كام؟ 20 و80 اللي هي وزن الراجل، يبقى 100. المومنت عند الاي دي تتلغي دي تتلغي، هناخد ال 20 في المسافه 120 في ساين 30، 80 المسافه اكس تايم ساين 30، ار2 في المسافه 240 في ساين 60. احسب كده، يبقى انت حسبت الار1 عندنا، ار2 عندنا، عوض هتجيب الاكس. الاكس 240 يبقى هذا الرجل يستطيع ان يوصل للتوب اوف ذا لادر without breaking the string. سؤال تاني يا حبايبي، سؤال تاني بيقول uniform rod AB وزنه 200 نيوتن hinged at A. يبقى هنا في هنج اهو، يبقى احنا في الحالة التالتة. يا ترى الهنج الرود ده مربوط في vertical wall، بس قال لك الرود carrying 100 نيوتن عند البي، يبقى عند البي علقنا وزن 100. الرود انكلايند ب 30 ديجريز على الهوريزونتال، وقال لك الرود مربوط من عند البي بسترنج، والسترنج مربوط اباف اي عند نقطه سي، الاي سي قد الاي بي قد البي سي. طب يلا نرسم كده بالراحه، هنج اهو الرود مايل ب 30، وجينا البي ربطناها في حبل، الحبل ربطناه في الحيطه.
اول ما ارسم كده في ثلاث حاجات بعملهم، اجي عند الرياكشن الاول هنا قال لك علقنا ويت 100 ودي 300 في النص. جميع مسائل الهنج يا اولاد ترسم ار اكس ار واي، اهو ار اكس ار واي، ونشطب التي نكتب تي كوزاين وتي ساين، طبعا دي سيرتي يبقى دي سيرتي. هو قايل ان الاي سي قد الاي بي قد البي سي، يبقى ده ايكويلاترال تريانجل، الانجل دي كلها 60، دي سيرتي تبقى دي سيرتي. يبقى لما اشطب التي هنكتب تي كوزاين سيرتي هنا تي ساين سيرتي هنا، ونقول بقى ذا رود ايكوليبريم. جميع مسائل الهنج، بصوا لي هنا يا اولاد، كل مسائل الهنج اول ما يقول مساله فيها الهنج يبقى نقول على طول نجيب الرياكشن المومنت عند الهنج. تاني نصيحه، نصيحه، جميع المسائل اللي فيها هنج سواء كان الرود هوريزونتال او الرود انكلايند لفوق او انكلايند لتحت، كل الاسئله بتاعه الهنج نصيحه، ابتدي بالصم مومنتس عند الهنج ايكوال زيرو، تقوم تجيب التي على طول. نصيحه، كل اسئله الهنج اعمل كده، هات صم مومنتس اباوت هنج. طب يلا كده اهو، هتلاقيني اول خطوه لما رسمت اول حاجه هتقول صم مومنتس عند الهنج ايكوال زيرو، هنقول ده 300 في المسافه ال في ساين 60، وطبعا بالنيجاتيف تو دي 200 اسف 100 في المسافه تو ال في ساين 60. ناخد التي الاساسيه، دايما لما تجيب المومنت مالكش دعوه بالكومبوننت، خد الاصل، دايما لما تجيب المومنت على الاصل دور، يبقى تي بالبوزيتيف المسافه تقل في ساين 60. اشطب بقى ساين 60 ال ساين 60 مع ال ساين 60 مع ال ساين 60 كده، يبقى حسبنا التي في خطوه، جبنا التنشن ده اهو 200. انت ابتديت بالمومنت، تبتدي بالواي بقى، دايما نمشي بالعكس، اكس بزيرو والواي بزيرو، ماشي ابتديت بالاكس مش مشكله، اكس بزيرو تقوم انت تقول اليمين قد الشمال، واي بزيرو تقول اللي فوق قد اللي تحت. زي لما حد يقول لك صباح الخير بتقول صباح النور، فالرد بتاعي لما اقول لك اكس بزيرو ما تقوليش اه، تقول اليمين قد الشمال، واي بزيرو ترد عليا تقول يبقى اللي فوق قد اللي تحت. اكس بزيرو اليمين اهو تي كوزاين 30، الشمال ار اكس. شيل التي وحط 200 كوزاين 30 بروت 3 على 2، يبقى كده جبنا الار اكس. طيب واي بزيرو اللي فوق قد اللي تحت، اللي فوق حاجتين تي ساين 30 والار واي، اللي تحت 200 و100 يبقى 300. شيل التي واكتب بقى 200 كده، حسبت الار واي ربع ساعه. حاضر يا مسهل، جبنا الار اكس وجبنا الار واي، عايزين نجيب الار نعمل سكوير روت ار اكس سكوير بلس ار واي سكوير، ما هو ده الريزلتنت بتاع الاثنين دول، طلعت الار ب 100 روت 7. طب يبقى الار اللي هو الرياكشن بتاع ار واي عند الهنج اللي هو الريزلتنت بتاع الاثنين دول بار روت ب 100 روت 7. طب ما انا عشان اجيب حاجه لازم اجيب ماجنيتيود دايركشن بوينت اوف اكشن، دايركشن لبره كده، بوينت اوف اكشن اهي دايركشن، يبقى هنجيب الانكلينيشن دي، فبنجيب تان سيتا ار واي على ار اكس، ده يجيب لي الدقه الدايركشن. يبقى انا هقول له يبقى السيتا لما تعمل ار واي اوفر ار اكس شيفت تان هتطلع 49، يبقى الرياكشن اوف ذا هنج قيمته 107 وانكلايند باي 49 و6 مينتس على الهوريزونتال. يونيفورم رود اي بي طوله الوزن بتاعه 33 وطوله 8 مترز. قال لك ذا اند اي في هنج عند الاند اي، اول ما يقول لك هنج تفتكر ثلاث مناظر، يا اما الرود هوريزونتال يا الرود انكلايند لفوق يا الرود انكلايند لتحت. فقال بقى الرود مربوط بسترنج عند البي فيكسد في الوول، بس اقرا بقى الجمله دي، ايه طبعا البوينت سي تبعد عن الاي مسافه 6 متر، وهنعلق ويت قيمته 20 تبعد مسافه 3 فروم اي. انا كل ده بدور على السطر ده اهو، اهو انا كنت عمال ادور عليها لقيتها، انا كنت عديتها الحته ده. قال لك ذا رود كيب تو هوريزونتال اهو، ذا رود هي دي اهم حاجه عندي، لان دي هنشتغل في انهي محطه،
ان يا ترى الرود هوريزونتال ولا الرود انكلاين. هو قال له واضح بوضوح او ذا رود هوريزونتال، يبقى انا لما ارسمها الرود هوريزونتال او زي ما انت شفت، ودي ربطناها في حيطه، المسافه دي 6 ودي 8 يبقى ده 10. طب استفدت ايه ان دي 6 و8 و10؟ نجيب ساين سيتا 6 اوفر 10 كوزاين سيتا 8 اوفر 10 واكتبها جنب كده. الويت في النص يبقى المسافه دي 4 ودي 4، وعلقنا ويت هنا على بعد 3 مترز من الايه. قلت لك كل مسائل الهنج تيجي عند الايه ترسم ار اكس وار واي وتشطب التي، تعمل تي كوزاين سيتا تي ساين سيتا، وانت جبت كوزاين سيتا وساين سيتا. النصيحة اللي قلتها، جميع مسائل الهنج ابتدي بالمومنت عند الهنج. ما انت عندك ثلاث مربعات يا ولاد، دايما احنا عندنا في المسائل كلها ثلاث مربعات، اكس بزيرو واي بزيرو المومنت بزيرو. ابتدي باي واحدة في الثلاثة ولا تفرق، ولكن الاسهل لك ابتدي لو مسائل هنج ابتدي بالمومنت عند الهنج، ده الاسهل. لكن لو واحد ابتدى بالواي بزيرو ما اقدرش اقول له حاجه، ابتدى بالاكس بزيرو اقول له صح، ابتدى بالمومنت بزيرو اقول له صح، براحتك. ولكن النصيحه اللي بقدمها لك اسمعها احسن عشان تسرع الحل، ابتدي بالمومنت عند الهنج بزيرو. فلما ابتدي بالمومنت هتطلع طبعا، نقول له بقى كده نيجاتيف 20 في المسافه 3، نيجاتيف 33 تايم المسافه 4، وابتدي بالاصل. دايما في المومنت خد الاصل التي في المسافة كلها تايم ساين سيتا، وساين سيتا عندنا يبقى كده حسبت عملية حسابية بسيطة، حسبت التي. اكس بزيرو تردت عليا تقول ايه اليمين قد الشمال، انا بكرر لك عشان انت تكرر معايا كده، اكس بزيرو اليمين قد الشمال، اليمين اللي هي الار اكس، الشمال تي كوزاين سيتا، كده حسبنا الار اكس. واي بزيرو اللي فوق الاتنين دول قد اللي تحت، يبقى كده حسبنا الار واي. جبنا ار اكس وار واي، سيادتك عايز الار يبقى روت ار اكس سكوير ار واي سكوير تان سيتا ار واي اوفر ار اكس، يبقى جبت الار وجبت السيتا. سؤال بيقول ان ذا اوبوزيت فيجر، هوري لك الاوبوزيت فيجر اهو. ان ذا اوبوزيت فيجر، لادر محطوط على حيطه ومايل بانجل الفا، ومحطوط على انكلايند بلين مايل بانجل سيتا، اثبت ان تان الفا ايكوال تو تان سيتا. ولا يهمك، نفس الخطوات اللي احنا بنحبها، اول ما احط روت كده يبقى لازم خطوط الغلابه ترسم الويت ثلاث خطوط، وار 2 بيربنديكولار على البلين وار 1 بيربنديكولار على البلين، اوعى تغلط. ونيجي بقى دي سيتا، يبقى انا هعمل كده دي ال ودي ال، اعمل خط هوريزونتال سيتا تبقى دي سيتا الترنيت، ده هي 90 ماينس سيتا يبقى اللي فوق دي سيتا على طول، اشطب الار 1 اعمل ار 1 كوزاين ار 1 ساين بس، وتقول له ذا رود از ايكوليبريم، ثلاث مربعات عندنا واي بزيرو اكس بزيرو المومنت بزيرو، ابتدي باي واحده تعجبك. انا ابتديت بالواي ليه؟ هنقول له اللي فوق قد اللي تحت، يبقى الار 1 كوزاين سيتا قد الدبليو، يبقى كده حسبت ار 1. هتقول لي هو فين الارقام؟ اقول لك ما هو الدبليو كانها رقم والكوزاين سيتا كانها رقم، يبقى دبليو على كوزاين سيتا بس. اكس بزيرو يبقى اليمين قد الشمال، اليمين ار 2 الشمال ار 1 ساين سيتا، شيل ار 1 واكتب دبليو كوزاين، هتبقى ساين على كوزاين تان. نرجع ناخد الصم مومنتس عند البي، لما تاخد عند البي كل ده يتلغي، هنبتدي بالدبليو، الدبليو بتدور كده يبقى نيجي بوزيتيف دبليو في المسافه ال تايم ساين الفا، وبعدين ساين اللي هو فاي، نيجاتيف ار 2 في المسافه تقل في ساين 90 ماينس فاي، 90 ماينس يعني كوزاين، شيل ال ال مع ال ال جميل، وبعدين شيل الار 2 واكتب دبليو تان، عظيم. طيب هات بقى الساين دي او الكوزاين دي تحت الساين دي وشيل دبليو مع دبليو، اهو بقت ساين على كوزاين، طب ما دي بتان فاي ايكوال تو تان سيتا، هو المطلوب توماتيكي يا اولاد اهو. يبقى انا مش عملت التلات مربعات بتوعنا، هتوصل ان شاء الله ما تقلقش مهما كان شكل السؤال. سؤال تاني، يونيفورم رود اي بي الماس بتاعته ب 40 طوله 8 مربوط في فيرتيكال وول باي تو سترينجز، يا نهار ابيض
اقرا يا حبيبي، هي دي اهم حاجه في المساله كلها. الرد قال لك مربوط بايه؟ قال لي بتو سترينجز. فين فين؟ اهو، اول ما يقول رد مربوط بتو سترينجز يا ولاد، هو ده يبقى انا عرفت الطريق. يبقى دي اهم حاجه، لان احنا عندنا 3 طرق، يا اما الرد مربوط بهنج، يا اما الرد محطوط على تو بلينز، يا اما مربوط بتو سترينجز. انا قلت تو سترينجز اهو، يبقى الرود مربوط بحبل وحبل. ليه رسمتهم منفصلين؟ هو اللي قال واحد اسمه اي دي والتاني اسمه بي اتش، وجايب لك طبعا هنا يبقى في تنشن 1 تنشن 2. قال لك الاولى عامله 120 الثانيه عامله 150، طبعا يبقى دي 60 ودي 30، وهنعلق ويت ونعلق ويت تانية اسمها 6. المسافه دي 60، اشطب تي 1 اعمل تي 1 كوزاين 60 تي 1 ساين 60، واشطب تي 2 اعمل لها ريزوليوشن. نفس الكلام اللي انت حافظه، الرود ايكوليبريم، اكس بزيرو يبقى اليمين قد الشمال، واي بزيرو اللي فوق قد اللي تحت كده. حسبت على طول التي هنا طبعا بعد ما عملنا ده، حسبنا تي 1 وحسبنا تي 2 لما خدنا اكس بزيرو واي بزيرو. نيجي بقى المومنت عشان نحسب المسافة دي. خد المومنت عند الايه، المومنت ات ايه بزيرو، يبقى هنقول نيجاتيف 60 في المسافة دي اكس، وبعدين نيجاتيف 40 في المسافة اللي هو 4 عشان الرود كله ايه. وبعدين خد التي 2 نفسها الاصل، مالكش دعوة بالكومبوننت، يبقى تي 2 في المسافة دي كلها في ساين 150. كده حسبت الاكس. ده سؤال جميل. شوية معلومة يا ولاد يا حبايبي على اكليديان ثيرم، خلي بالكم من هذه المعلومات مهمة. لما اقول اي بي سكوير، اي سي سكوير، اي سكوير، بصوا يا حبايبي للي انا كاتبه ده. اي بي سكوير يبقى انا هقول ده لما الكلام ده بستخدم اكليديان امتى؟ شرطين، 90 ومن عندها بيربنديكولار، 90 ومن عندها بيربنديكولار. يبقى الشروط او شرط استخدام اكليديان 90 ومن ال 90 نازل بيربنديكولار، 90 ومن 90 بيربنديكولار. من عند ال 90 الاساسيه طلع 3 لاينز، اي بي هنجيب اي بي سكوير، اي سي سكوير، اي اي سكوير. هنا اي بي سكوير، اي اي سكوير، اي سي سكوير. لما اقول اي بي سكوير، انت وقفت عند البي، ابتدي بالبي، تقول له بي اي تايم بي سي. لو قلت اي سي سكوير، ابتدي بالسي، سي اي تايم سي بي. طب لو قلت اي اي سكوير، ابتدي بالاي، اي بي تايم اي سي. مهم جدا، دي قوانين اكليديان. في قانون رابع يقول لك ده البيز وده الهايت. واحد تقول لك لا انا هاخد ده البيز وده الهايت، يبقى البيز في الهايت قد البيز في الهايت. فلما تحب تجيب الاي اي ده اهو، يبقى اي بي تايم اي سي على بي سي. دي مهمة، يبقى دي معلومات قوانين مهمة بتستخدمها وانت بتحل، ممكن السؤال يوقفك بسبب ده. طيب بصوا يا ولاد، عايز اقول حاجة كمان هنا، دي سيتا ودي الفا، طبعا دي مش 45 ولا دي 45 لان دول مش قد بعض، دي سيتا ودي الفا. دي سيتا يبقى البعيدة ده هي سيتا. لما حد يسألك قول له عشان دي بلس دي ب 90 ودي بلس دي ب 90 يبقى دول قد بعض. طب دي الفا، يبقى الانجل في التريانجل البعيد ده هيبقى الفا. نفس الكلام هنا برضو هنقوله، بس تعالوا بقى نقول بالراحه ايه الفرق بين المنظر ده والمنظر ده. الفورس داخله لجوه، دي الفورس خارجه لجوه، يبقى الكومبوننتس داخلين في النقطه. يبقى نعمل كده، نشطب الفايف، نكتب 5 كوزاين 5 ساين. دي 5 طالعه، يبقى الكومبوننتس طالعين 5 هنا كوزاين وهنا 5 ساين. خلي بالكوا عشان وانت بتعمل ريزوليوشن بص لاتجاه السهم، هو داخل ولا خارج. طيب معلومه بقى هنا، دي سيتا اكيد اللي فوق دي سيتا، طيب ودي الفا يبقى اكيد ده الفا. طب ما تمام، ينفع واحد يقول ايه؟ انا هجيب ساين سيتا من التريانجل الصغير وساين سيتا من التريانجل الكبير، يعني عشان ما استخدمش اكليديان. هي قوانين اكليديان اصلا جايه من هنا، ساين سيتا من الترينجل الكبير اوبوزيت على هايبوتنس، يبقى 5 على 13. طب ساين سيتا من الصغير اي سي على 5،
طب ما دي ساين سيتا ودي ساين سيتا، يبقى ده قد ده. اعمل كروس مالتبليكيشن، يبقى انت حسبت السي اي على طول. حل اخر كنت تقول اي سي سكوير ايكوال سي اي تايم سي بي، يجيب لك السي اي على طول. دي معلومة مهمة. 5 دقايق. حاضر. تعالوا بقى كده عشان في ال5 دقايق دول نلحق. يونيفورم لادر طوله 5 مترز وزنه 20، وان اند على سموث فيرتيكال وول واذر اند على سموث فيرتيكال فلور. اللور اند يبعد 3 مترز اواي فروم ذا وول. ذا لادر كيبت فروم سليبنج باي سترينج. طب نقراها الاول بالراحه كده. انا عندي ادي حيطه سموس وادي ارض سموس واللادر ما بينهم، في خطوط الغلابه بنعملهم، دي 3 ودي 4 يبقى دي 5، يبقى انا اقدر اجيب ساين سيتا واقدر اجيب كوزاين سيتا. 3 خطوط الغلابه، ار 1 بيربنديكولار على البلين، ار 2 بيربنديكولار على البلين، الويت من الميدل. ده سموس وده سموس، يبقى الروت هيتزحلق. فقال لك عشان ما يتزحلقش هنمسك الايه ده، اهي كنا قبل كده ربطنا اللور اند بحبل في الجنكشن، المره دي ما قالش كده، قال لك هنربط من نقطه سي هنا او من نقطه دي على الرب، نربطه في الجنكشن هنا، يبقى هنحط نقطه دي هنا والحبل هيتشد كده. طبعا دي 90، وقال لك الحبل ده هو بيربنديكولار على الرود، هو اللي قال دي سيتا يبقى اللي فوق دي سيتا، ممتاز. طبعا دي سيتا يبقى دي سيتا عشان دول كورسبوندنج، جميل. اقدر اجيب ساين سيتا اوبوزيت على هايبوتنس، كوزاين سيتا ادجاسنت على السيتا اللي هي دي، الاوبوزيت 3 على 5، الادجاسنت 4 على 5. ونقول بقى التي دي لما اشطبها بما انها داخله، يبقى الكومبوننتس تي كوزاين لجوه وتي ساين، تي كوزاين لجوه وتي ساين لجوه. ونقول كل الاول بقى انا عايز احسب الاي اي ده لو سمحت، ينفع تقول له سي اي سكوير ايكوال اي دي تايم اي بي، هنحسبها طلعت ب 1.8، دي ب 1.8. كان ينفع يا ولاد تجيبها بساين سيتا اوبوزيت على هايبوتنس، ساين سيتا اوبوزيت على هايبوتنس تطلع ده، كان ينفع. انا هقول بقى ذا رود ايكويليبريم، الثلاث مربعات اللي احنا بنحبهم اللي حيلتنا، اكس بزيرو اليمين قد الشمال، اليمين ار2 الشمال اللي هي تي كوزاين سيتا، كده جبنا الار2. الواي بزيرو اللي فوق قد اللي تحت، اللي فوق ار1 اللي تحت 20 وتي ساين سيتا الاثنين دول اللي تحت، نعوض كده. يبقى انا في اللي انا عملته ده كده يا حبايبي اهو، ناخد المومنت بقى، ده ار1 وده ار2 بس دي فيها تي ودي فيها تي، المومنت هتجيب لك التي، خد المومنت عند الايه، هناخد التي نفسها. انا قلنا دايما في المومنت ارجع للاصل، تي في المسافه ده اهي، وما تقولش ساين حاجه لانها 90، 20 في المسافه دي كلها 2.5 في ساين سيتا، ار2 بالنيجاتيف في المسافه 5 تايم ساين 90 ماينس سيتا، وعندك ساين سيتا. جبت التي، اول ما جبنا تي وعوضت هنا جبت تي 1، جبت ار1 وجبت ار2، ممتاز. دي مساله ثانيه عشان في الدقائق اللي باقيه. اي بي لايت رود، لايت يعني ملهوش وزن، طوله 2 ال، كونكتد فيرتيكال بلين باي 2 اندز اي وبي باي 2 سترينجز 60 و30، ويت 2 ويت 8 نيوتن ار سسبندد. وقال لك من على بعد 1 اوفر 5 ال و 6 اوفر 5 ال، هو الرود كله 2 ال، فايند ان بوزيشن اوف ايكوليبريم ذا تنشن ان ايتش سترينج، وعايز الانجل اوف انكلاينيشن على الهوريزونتال، معناها الرود مايل، يبقى الرود مايل اهو، الرود مايل ربطناه بحبل وربطناه بحبل، ادي الحبلين ده تي 2 وده هو تي 1. انا هبتدي بقى نعمل ريزوليوشن، شيل التي اكتب كوزاين ساين كوزاين ساين، في وزن على بعد 1 اوفر 5 هو اللي قال، انا هوط بالارقام هنا عشان الوقت، ده كله 2 ال، طيب ده هو على بعد 1 اوفر 5 ال وده 4 اوفر 5 ال، يبقى دي 1 ال لان ده كله 2 ال، دي سيتا تبقى دي سيتا تبقى دي سيتا. والكلام اللي انت حافظه بعد ما عملت ريزوليوشن ذا رود ايكوليبريم، ثلاث مربعات اللي بنعملهم في جميع المسائل بتاعه الجنرال ايكوليبريم، اكس ايكوال 0 واي ايكوال 0 المومنت ب 0، اكس ب 0 اليمين قد الشمال اهو،
جميل. الواي بزيرو يبقى اللي فوق قد اللي تحت، احنا خلاص في النهاية يا اولاد اهو. وبعد كده لما حسبنا المومنت كده جبنا تي 1 وجبنا تي 2 الحمد لله. هات المومنت اباوت بي، هناخد 8 في المسافة 4 اوفر 5 ال في ساين سيتا، 2 في المسافة دي كلها في ساين سيتا. خد بقى ده اهي، انا مش هعرف اخد تي 1 نفسها، انا دايما كنت اقول لك خد الاصل، لا هناخد ده اهي في المسافة دي في ساين دي، ودي في المسافة في ساين الانجل. عشان الوقت معلش انا اسف اهو كده هتحسب السيتا. المسألة مكتوبة قدامك اهي يا ابني، اول ما عملت كده عوضت بالارقام، عوضت عن تي 2 وتي 1 هيطلع لك في الاخر 5 ساين سيتا ايكوال 5 روت 3 كوزاين سيتا. هات ساين، هات الكوزاين تحت الساين تجيب التان، يبقى السيتا طلعت 60. جميل خلاص، احنا كده يا حبايبي خدنا الجزء الاولاني، الجزء الاولاني في الشابتر ده اللي هو تشابتر 4 اللي هو ايكوليبريم، جنرال ايكوليبريم يوزنج فورسز وذاوت فريكشن. المره اللي جايه ان شاء الله نقول نهايه شابتر 4 اللي هو كون الفورسز فيها فريكشن، ونبتدي بقى افكركم بالفريكشن بتاعه شابتر 1. يعني انت لو عايز تبقى جاهز معايا ارجع لتشابتر 1، افتكر الميو الميو ان، وافتكر الانجل اوف فريكشن والكو اوفيشنت اوف فريكشن والكلام ده. ده الحلقه الجايه باذن الله. هذا ما تم اراده وتيسر اعداده وقدر الله لنا قوله. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.